أجمل صباح، أحلى صباح في هذا الصباح عبر الجزائرية الثالثة لإخباري، أحييكم وأرحب بكم وأتمنى لكم سفرا طيبا على متن هذه القافلة الإخبارية الإعلامية الصباحية. اليوم في البرنامج ضيف الصباح للحديث عن استئناف الدروس وتلقي المعارف والاختصاصات الجامعية عبر وسائط المعرفة التكنولوجية عن بعد، والعينة كليات العلوم الطبية. نبقى دائما في مجال العلوم لكن هذه المرة الصحية والغذائية، حيث نتناول من خلال اتصال هاتفي جوانب الغذاء الصحي السليم لتقوية جهاز المناعة في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، بالإضافة إلى ما يجب التقيد به أثناء الحجر الصحي باتباع حمية غذائية صحية لتفادي الوقوع في خانة الوزن الزائد. في خانة الخدمة العمومية حديث عن جهود أعوان الأمن الوطني في مجال تجنيد طاقاته والمشاركة في حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل القضاء على فيروس كورونا كوفيد 19. في ثقافة ريح في دارك التراث الثقافي ضيفك، شعار الندوات والمحاضرات التي تنظم من طرف وزارة الثقافة بغية تثمين التراث الوطني الجزائري ترقيته حمايته. الضيف مدير الترميم حفظ التراث بوزارة الثقافة من خلال اتصال هاتفي. ومتفرقات وعناوين قارة تعودنا على متابعتها من خلال البرنامج على الويب، أخبار الصحف الوطنية والدولية وغيرها من العناوين. هذه هي مقادير اليوم في برنامج هذا الصباح. بعد الفاصل خدمة عمومية. خدمة عمومية، والحديث سيكون طبعا عن جهود أعوان الأمن الوطني وإنخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم ضمن هذا المخطط الوطني وهذا الجهد الوطني من أجل القضاء على فيروس كورونا كوفيد 19. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذا التجنيد وعن هذا الجهد الوطني، يحضر معي السيد محمد صداقي وهو ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني. سيد محمد مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخير. بديت نقول لكل المواطنين الجزائريين مع بداية الأسبوع بإن شاء الله تكون موفقة اليوم، بداية الأسبوع موفقة، نقول لهم صباح الخير. المواطنين اللي راهم في المنزل ايضا تاعهم نقول لهم ايضا ان شاء الله تكون اطلالتنا اللي راح نفيدوا بهم كل، نعطيهم كل المعلومات، نعطيهم كل ما هو لازم باكثر شفافيه بما يخص هذه المعطيات الخاصه او حتى ما تم تسجيله الى غايه حد الساعه في مجال التجنيد الكلي لمصالح الامن الوطني في اطار محاربه تفشي هذا الوباء او تفشي او حتى نتحدث بشكل خاص نقول بانه فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد من الفيروسات التي تتطلب انه تكون هناك اولا التجنيد الكلي، يكون هناك المعرفه، تكون هناك الوقايه الكامله لكل اطراف الجسم حتى نتقي تنقل العدوى او نتقي ان نكون ضحيه من خلال بعض التصرفات الخاطئه التي يجب علينا تداركها من كل هذا وذاك او حتى من خلال اطلالتنا عبر منابر الاعلام وبالخصوص من خلال المؤسسه العموميه للتلفزيون الجزائري التي كما تعودنا ان نقدم لهم كل النصائح كل الارشادات في هذا المجال ان شاء الله. نعم، في هذا المجال هو مجال الحديث عن الصحة العمومية الذي الصحة أو بند الصحة العمومية الذي يدخل ضمن مهام الأمن العمومي. الأمن الوطني طبعا لم يدخر أي جهد في الانخراط بسرعة في هذا المخطط الحكومي سيد محمد صداقي. والله بالفعل عندما نتحدث عن الحملة الوطنية التي بادرت بها الدولة الجزائرية في إطار محاربة هذا الفيروس المستجد أو كورونا 19 أو كوفيد 19، نقول بأنه مصالح الأمن الوطني كانت اتخذت جملة من التدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي هذا الفيروس. كانت البداية نقول باللي من خلال حتى أنه هي التوعية اللي نركز عليها، نبدأ إيصال الرسالة التوعوية من خلال كل المنابر. اليوم مدير العام للأمن الوطني راح تقوم بمضات خاصة للتوعية والتحسيس سواء عبر صفحتها عبر الفيسبوك أو التويتر أو حسابها عبر المتوجع على الإنترنت أو من خلال الحضور اليومي عبر كل منابر الإعلام سواء كانت الإذاعة أو كانت التلفزيون القنوات التلفزيونية. الأهم من ذلك هو كيفية إرسال الرسالة، كيفية
الوقايه، لانه عندما نتحدث عن الوقايه اليوم نقول بلي انه كان هناك نصائح وكانت هناك مجموعه من التدابير التي حتى وزاره الصحه كانت اعطتها لكل المواطنين، لكيفيه التنقل السليم، كيفيه غسل اليدين، كيفيه عدم الوقوع ضحيه لهذه الاخطار. ولكن عندما نتحدث عن الجهود التي قامت بها مصالح المديريه العامه للامن الوطني هي تجنيد كل الاليات الخاصه بها لتعقيم الشوارع والمباني، حيث نقول بلي انه الى غايه احياء ايضا شعبيه بطبيعه الحال كل الشوارع وكل الاحياء وكل المباني العموميه او الساحات العموميه، الا ومصالحنا قامت بمجهودات في هذا المجال الى غايه نقول بلي الى غايه يوم امس كنا سجلنا تقريبا 1084 عمليه تعقيم خاصه بالشوارع قامت بها الاليات التابعه للمديريه العامه للامن الوطني على مستوى كل المناطق وبالخصوص منها المناطق العمرانيه والحضريه. الاهم من ذلك انه هذه العمليه تكون خلال ساعات، وين المواطن يكون سواء كانوا خلال ساعات النهار او حتى خلال ساعات الحجر الصحي، لانه بعد الحجر الصحي يكون المواطنين راهم في المنازل تاعهم، وبالتالي هنا العمليه تكون هو النشاط هنا يكون كثيف، النشاطات الامن ونشاطات الاعوان يعني. سنعود لاجراء هذا الحصاد، هذا الحصاد المميز طبعا لمجموعتين من الجهود والطاقات التي سخرتها المديريه العامه للامن الوطني. قبل ذلك ادعوك سيد محمد صداقي وادعو كل المشاهدين لمتابعه هذه الورقه لزميله سميه مزوار حول مداهمات اعوان الامن العمومي. اجتماع تحضيري لمصالح أمن الوادي لضبط آخر التعليمات قبيل الشروع في مهامهم. تمام 7 مساء، تواجد أفراد الشرطة عبر محاور الطرقات، تغلق المحلات ويلتزم الجميع منازلهم، وتسهر هذه الدوريات الأمنية على مراقبة مدى احترام السكان لإجراءات الحجر الصحي والتزامهم بالوقت المحدد لذلك. البرنامج يشمل كافة قطاع الاختصاص من خلال وضع حواجز أمنية ثابتة ومتحركة عبر الشوارع الرئيسية الفرعية وكذلك الأحياء السكنية وكذا الساحات العمومية، فضلا عن الدوريات الراكبة والراجلة التي تجوب الأحياء لضمان التزام المواطنين بالحجر. هكذا بدت جل شوارع مدينة الواد غادة تطبيق الحجر الصحي وسط إجراءات أمنية محكمة تسعى من خلالها إلى زيادة الحيطة والحذر في سبيل التقليص من حدة تفشي الوباء عبر التقيد بالتعليمات المتخذة والالتزام بها. يجب على المواطنين الالتزام بالحظر اللي راهي قائمة بالدولة ودائرة الدولة، ويشدوا ديارهم باش نقصوا من عدد المصابين ونقدروا نضبطوا عدد المصابين اللي راهم موجودين في هذه الولايه. نشكرهم من ولايه الواد، نشكرهم على المجهودات الكبيره اللي راهم يديروا فيها، وبني راني مسخر راني ندور ونشوف الحاله وراهم عاملين بالواجب تاعهم. بارك الله في اعوان الامن والدرك والحمايه، راهم كامل في خدمه الشعب وفي خدمه الوطن، ماذا بينا الناس كامل تشد ديارها، راهي لمصلحتكم انتم. استجابة واسعة ووعي كبير لسكان الوادي من خلال مستوى احترام تدابير الحجر الصحي الذي يعد من بين الإجراءات الأكثر نجاعة لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره. محاصرة الوباء هي الحرب ضد كورونا، والشرطة في خدمة سلامة الشعب، هذا تجسد ميدانيا وفعليا من خلال متابعتنا طبعا الميدانية للانخراط في هذا المخطط الأمني الكثيف لتعزيز الجهود. ماذا يتضمن هذا المخطط الأمني سيد محمد صداقي؟ والله بالفعل عندما نتحدث عن الإجراءات التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني خلال فرض إجراءات الحجر الصحي المنزلي، نقول باللي أنه كان ولاية اللي راهي متواجدة أو ولاية واحدة فقط اللي راهي بها حجر صحي كامل، واللي هي ولاية الوليدة. أما باقي الولايات فهناك حجر صحي جزئي اللي في بعض الحالات اللي راح يكون ما بين من 3 مساء إلى غاية 7 صباحا أو من 7 مساء إلى غاية 7 صباحا. نقول باللي مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كانت اتخذت جملة من التدابير العملياتية الوقائية والاستباقية من خلال تجنيد كل الدوريات الراجلة والراكبة، أو حتى عندما نتحدث عن نقاط المراقبة المرورية، إذا نقول بلي أنه كل تم إعادة توزيع بمخطط خاص، أو هذا المخطط الذي قمنا بادرت به المديرية العامة للأمن الوطني وإعادة توجيهه، وهو للحد من تحرك المواطنين وإعادة فرض كل التعليمات الخاصة بالوقاية من مخاطر انتشار هذه العدوى. من خلال نقول اليوم الحمد لله هناك الحواجز اللي راهي متواجدة عبر كل المناطق العمرانية التي تضمن السلامة والأمن عبر الطرق، بالإضافة إلى هناك دوريات مسيرة أو دوريات راجلة وراكبة، أو حتى أيضا نقول بلي أنه هناك استغلال لوسائل حديثة في مجال الرقابة المرورية والأمنية على سبيل المثال
مثال اليوم يتم الاستعانة بالكاميرات وأيضا الحوامات في هذا المجال لإعادة توجيه القوى. إذن تفعيل الكاميرات وعمل الكاميرات بطبيعة الحال هناك توزيع ميداني محكم للقوى العاملة في الميدان وأيضا مراقبة جوية ومراقبة عن طريق الكاميرات لحسن التحكم في القطاع العملياتي بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني وهو المناطق العمرانية. هل نتحكم، أنت تتحدث عن التحكم في هذا المخطط وغيره من الآليات التي تتبعها أو يتبعها جهاز الأمن العمومي، هل نتحكم الآن في نشاط الأحياء ليلا يعني بعد بداية الحجر؟ الآن الحجر الجزئي في العاصمة مثلا تقرر من الثالثة بعد الزوال حتى يعني 7 صباحا، كيف هو احترام يعني الساكنة لهذا الحجر وكيف يعمل جهازكم على التطبيق الصارم للالتزام بالحجر الصحي؟ أولا نقول بلي أنه هناك تعليمات تصدر بطريقة يومية وتوجيهات من القادة العملياتين كما شفنا اليوم على مستوى ولاية الواد، ونشوفنا أنه رئيس أمن الولاية واقف شخصيا على هذه الإجراءات الميدانية، وهناك أيضا إطارات أيضا مكلفة بالمتابعة لتطبيق هذه الإجراءات. وبالتالي نقول بلي أنه الخطة راح تكون قبل بداية الحجر، اللي نقول بلي على مستوى مثلا العاصمة هنا اللي تبدأ على الساعة 3، أنه البداية تكون بعد الساعة 2 بعد الزوال، وبالتالي هنا تكون الاستعداد الكلي للقيام بهذه العمليات، وايضا يكون الاستعداد لتوجيه هذه الفرق في الميدان، لانه كما قلت اليوم الاحياء الشعبيه الخاصه بكل الولايات اللي تكثر فيها الحركه، ايضا هناك استعداد قبل هذه السويعات وتذكير المواطن عبر مكبرات الاصوات للدخول او التوجه الى المنازل. ما ننسوش بلي انه هذه الفتره ايضا تعرف اندفاع من المواطنين للتوجه قبل هذه الساعه 3 سواء عن طريق يسبب في بعض الاحيان، اسمح لي يعني حتى فيها بعض الاحيان اضطرابات حتى في السير، يعني رانا نشوفوا في الوقت الفارق هذاك الزمني من الثانية بعد الزوال حتى الثالثة، لماذا المواطن ربما ينتظر الثانية بعد الزوال باش يروح الدار؟ والله شوف الملاحظة هي ملاحظتين، الملاحظة نقول بلي أنه أكثر من 95 أو 96% بالنسبة للمواطن هو استجابة كلية لهذا الحظر، ولكن نقول بلي أنه كاين العديد من المواطنين اللي راهم يزولوا المهام الخاصة، لأنه ما ننساوش بلي أنه كاين هنا اللي عندهم رخص في ذلك الوقت هناك تحرك، لأنه ما ننساوش بلي أنه ضمان الاستمرارية بالنسبة للدولة أو ضمان الاستمرارية للخدمة العمومية يتطلب أنه العديد من المواطنين سواء كان المصالح الاستشفائية أو مصالح النظافة أو العديد من المواطنين اللي يتوجهوا لاستمرارية هذه العمل، وبالتالي تكون هناك انسيابية وتكون ما ننساوش بلي أنه حتى العوان تاعنا اللي راهم متواجدين في الميدان هناك محادثة بين كل الأفراد اللي راهم يتنقلوا سواء اللي عندهم يتالي يكون رخص استثنائية أو حتى الدقائق التي تلي أو قبل الدخول إلى الحجر المنزلي أو الحجر الصحي. هنا اللي دعوة المواطنين أنهم يتعقلوا في التنقل تاعهم، يدير رشيد حتى السرعة، ما ننساوش بلي أنه العديد من المواطنين ودقائق ادخل قبل هذه الحجر الا ويستعملون السرعه المفرطه او الاندفاع للتوجه للمنزل. وبالتالي دائما نؤكد بضروره الاحترام الكلي والتقيد بهذه التعليمات، وايضا نقول بلي انه كل الاحتياطات ما عليهم الا ياخذوها، لانه النهار فيه ساعات كثيره من 7 عندهم من 7 تاع الصباح حتى 7 تاع العشيه او من 7 حتى 3 تاع العشيه، وبالتالي ما عليه الا الاحترام واخذ فترات من الراحه لقضاء كل الحاجيات والتوجه الى المنزل. وايضا كما قلت انه الاهم من ذلك هو حد التحرك، لانه ماشي كل يوم نخرج، ماشي كل يوم اللي لازم عليا انه نتوجه الى تلك الاماكن، مش كل يوم لازم نروح للسوق، كل يوم لازم نروح نتبضع، يعني هذه مساله بطبيعه الحال. هنا نقول بلي انه الحمد لله لمسنا من المواطنين انه هناك تنظيم في عمليه الشراء، تنظيم في عمليه التنقل تاعهم، وهذا ما لمسناه لدى كل المواطنين، وان شاء الله من خلال هذا الوعي اللي خلال هذه السلوكيات والممارسات بطبيعه الحال بخطوره هذه الضب هذا الوباء بخطوره العدوى بخطوره التنقل، وبالتالي الاستجابة كلية. ولكن معنا نذكر نقول بلي أنه مصالح الأمن الوطني إلا وراهي تجند كل طاقتها سواء كانت دورية الرجلات دورية الركبة أو حتى من استغلال الوسائل الحديثة في مجال الرقابة المرورية. ما ننسوش بلي أنه الخطة العملياتية ليست هي نفسها قبل الحجر، مطبقة قبل الحجر حتى، نعم بطبيعة الحال، لأنه هناك تدابير أخرى تدخل. ما هي الميزة بالمقارنة مع المخططات التي تتخذها مصالحكم؟ يعني نعرف كل مرة فيه مخطط، مثلا مخطط شهر رمضان المبارك، المخطط الخاص بالفترة الصيفية، يعني مخططات تتداولها مصالحكم من أجل إحقاق الأمن، الصحة للمواطن، السلامة للمواطن، الحفاظ أيضا على النظام العام داخل المجتمع وغيرها يعني من
من المهام المنوطه بمصالحهم. والله بالفعل الشيء الاول نقول بلي انه خلال فتره الحجر المنزلي او الحجر الصحي هناك انه كل المواطنين هم بداخل المنازل، وبالتالي تقع على عاتقنا مهمه كبيره جدا وهي المحافظه على امن الاشخاص والممتلكات. نبدا بامن الممتلكات لانه كل الشوارع اللي تشتمل على المحلات التجاريه المشتمله ايضا هناك المنازل، ما ننسوش بلي انه هناك ايضا حتى المستشفيات، ما ننسوش المركبات اللي راهي مركونه في الشوارع، تقع على عاتقنا عمليه تامينها من كل ما قد يضايق هذه السكينه ويطال هذه السكينه الخاصه بالمواطنين. ومن جهه اخرى ايضا السهر على الحد من تنقل المواطنين، لانه في غالبيه الاحيان كاين هناك الفضوليين، لانه العديد من حتى ما ننسوش نقول باللي هناك استجابه كبيره، ولكن تبقى انه فئه قليله تبقى انه ما نقولش ما ليس لديها وعي، ولكن هناك اندفاع نحو لا محتومه. بالتالي مصالحنا من خلال هذا التواجد الميداني، لانه نعرف احنا كاين خط، نعرف الخريطه الجغرافيه بالنسبه لمصالحنا عبر كل الولايات، اماكن التدخل، اماكن التوزيع، اماكن تنقل المواطنين، الاماكن اللي تكون فيها الذروه، وبالتالي تكون هذه مخططات خاصه على مستوى تلك الاماكن لانه تكون تغطيه شامله لها حتى نتدارك كل ما هو لازم في ليعكر تلك السكينه الخاصه بالمواطنين. نعم، شكرا سيد محمد صدقي، سنواصل الحديث دائما عن المساهمه في حسابات الجهد الوطني من اجل الحد من تفشي هذا الفيروس. ادعوكم مره اخرى وادعو كل المشاهدين لمتابعه هذا الموضوع الذي جمع مختلف تدخلات اعوان واطارات الامن العمومي. عناصر العاملة في الميدان سواء فرق الأمن العمومي التي تسهر على تسهيل حركة المرور، وأيضا تقوم بالعمل التحسيسي من خلال حث المواطنين على عدم مغادرة منازلهم والالتزام في بيوتهم خلال فترات الحجر الصحي، حيث نقوم بالنداء عن طريق مكبرات الصوت لغرض دعوتهم إلى دخول منازلهم. كما تبقى أيضا فرق الشرطة القضائية تقوم بمهامها في حماية المواطنين وممتلكاتهم سواء في الفترة الصباحية أو في الفترة الليلية أين تنقص حركة المواطنين. عناصر فصائل الأمن العمومي راهي متواجدة ميدانيا 24 ساعة على 24 ساعة، وذلك لتوعية المواطنين أولا تسهيل الحركة المرورية اللي نقصت في هذه الأيام قليلا، ولكن ما زال بعض المواطنين ومستعملي طريق مركبات راهم يستعملوا المركبات تاعهم ويخرجوا، احنا رانا في صدد توعيتهم للالتزام بالحجر الصحي وكذلك لحظر التجول. رانا في الميدان متواجدين مع المواطنين، نرجو من المواطنين وهذه ماهيش كما يقول لك الوباء هذا العالمي اللي قاس كاع العالم، يحسوا المواطنين بالتزام بيوتهم باحترام الحجر الصحي اللي يدير فيه الدولة لحمايتكم أولا. احنا رانا في الواجهة الأمامية، بالنسبة للأمن تاعكم رغم الظروف الصعبة اللي رانا نمروا بها، الوباء هذا لو ينتشر بسرعة يعني فائقة، احنا رانا في خدمة المواطن، رانا هنا للسلامة تاعكم، ونطلبوا منكم رسالة صغيرة برك، يرحم والديكم، أبقوا في ديركم، هكذا نقللوا من الانتشار الوباء هذا، وما كاش حل واحد وما عندوش دواء، وإن شاء الله ما يكون غير الخير، وتحية الجزائر. تعمل المصالح الأمنية على توعية المواطنين وتحسيسهم في الميدان، وذلك بتوعيتهم على عدم التجمعات وكذلك الالتزام في بيوتهم في الحجر الصحي، وخاصة حظر التجوال في الأوقات المحددة. ونحن هنا كذلك لحمايتكم ولحماية وطننا، المفروض منا ومنكم أن نتحد كذلك لأجل شعار واحد اللي هو الحفاظ على صحتنا ولصحة مواطنينا والاحترام حظر الصحي، وبارك الله فيكم. وهذا هو الشعار الذي ندافع عنه اليوم في الوضع الراهن وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر كغيرها طبعا من دول العالم. هذه كانت رسالة جنود الحماية، أنا أسميهم جنود لأنهم في الحقيقة جنود لا يقل عملهم وتدخلهم عن نشاط المصالح الأمنية الأخرى التي نوجه لهم رسائل العرفان أيضا والتقدير. سيد محمد صداقي، أعود الآن لهذه التدخلات، ثمت أرقام، ثمت إحصائيات عدد التدخلات التي سجلت منذ أن دخلنا في تطبيق، أنا أقول في هذا التطبيق الصارم لإجراءات الحجر الصحي؟ والله بالفعل أنا نبدأ من
الزملاء اللي راه متواجدين في الميدان حتى نشوف انه التدخلات تاعهم، ونقول باللي انه هناك جديه وصرامه وتواجد ميداني لرفع التحدي، لانه الحمد لله معنويات مرتفعه لحمايه المواطن لتامين ممتلكاته. وايضا نقول باللي انه عندما نتحدث عن المعنويات نتحدث عن التجنيد لكل هذه الطاقات البشريه والماديه، سواء كانت خلال فتره النهاريه او فتره الليل ايضا التي هي ستعد ساعات الحجر. عندما نتحدث عن الاحصائيات نقول باللي انه مصالح المديريه العامه للامن الوطني قبل بدايه هذه الجائحه الا وكانت قد وضعت حيز الخدمه خلايا متابعه خاصه لتضمن متابعه كل الحالات سواء كانت في الفتره النهاريه في الفتره الليليه، وبالتالي كل المعلومات والمعطيات متوفره لدى مصالح الامن الوطني. عندما نتحدث سوف نتحدث انك تكون البدايه هي على مستوى وسائل النقل الجماعي، يعني نقول بانه بعد دخول حيز الخدمه للمراسيم التنفيذيه وبعد صدور المراسيم التنفيذيه سواء كانت خاصه بتجميد النقل العمومي بطبيعه الحال سواء كانت 69 20 او 70 20 او 72 20 المتعلقه باجراءات الحجر الصحي على مستوى الولايات، كان سواء كانت البدايه بولايه بعض الولايات او استمرت أو الى غايه الولايات الى 48 ولايه. ونقول باللي انه عندما نتحدث عن النقل الجماعي تم توقيف كل وسائل النقل سواء كانت الحافلات او على مستوى سيارات الاجره او حتى القطارات او حتى عبر المترو والتراموي، لانه التنقل عبر هذه الوسائل يسبب الاكتظاظ لدى المواطنين الملازم ويعرقل مسار التباعد الاجتماعي الذي بطبيعة الحال. وعندما نتحدث عن ما تم إنجازه نقول إلى غاية حد الساعة أكثر من 2000 مخالفة تم رفعها في هذا المجال بالنسبة لمخالفة وسائل النقل الجماعي، وبالخصوص منها السائقين بدون رخصة، لأنه العديد من السائقين النظاميين كانوا خضعوا لهذه الإجراءات وتم فرض هذه الإجراءات، وهناك إنسية عتام لأنه يتم التعامل معهم بصفة تلقائية، ولكن يبقى أن السائقين بدون رخصة يتم في مراقبتهم بصفة يومية وتدخل بصفة دورية. ولكن عندما نتحدث عن التدخل نقول بأنه العمل الميداني يفرض علينا أنه عند رصد مثل هذه الحالات يتم تحويل المركبات إلى المحشر بصفة أنية بعد القيام بعملية سماعية على محضر خاص على مستوى الأقسام الحضرية. نتحدث أيضا عن الحجر الصحي أو الحجر المنزلي أو حظر التجوال، لأنه هناك مخالفات خاصة بهذه الإجراءات الخاصة من الأشخاص بطبيعة الحال. نقول بأنه مخالفات متعلقة بالتباعد بين الشخص أو كل أو بين شخصين من اللي هو دائما هي محددة على الأقل متر واحد، هي المسافة الأمنية. نقول بأنه على مستوى المحلات التجارية العديد من المواطنين يدخلون إلى المحلات التجارية ولا يحترمون تلك المسافة الخاصة بالتباعد. نقول أنه هناك مخالفات خاصة بالحجر الصحي، لأنه عندما نتحدث عن الحجر الصحي نقول باللي هناك الأشخاص اللي راهم يتنقلوا مشيا على الأقدام على مستوى الطرقات بعد فرض إجراءات الحجر. نقول أيضا أنه هناك أيضا العديد من المركبات اللي راهي تتنقل، المركبات النفعية الخفيفة اللي يتنقل بعد أو خارج بعد بداية تفعيل الحجر الصحي، وما ننساوش أيضا الدراجة النارية. الكم أو العدد الهائل اللي نقول باللي أنه اليوم وصلنا إلى أكثر من تقريبا 44 ألف حالة تم رصدها عبر مختلف الإحصاءات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني. الأشخاص يتم سماعهم أيضا على مستوى محضر على مستوى الأقسام الحضرية أو المركبات والدراجات النارية التي يتم رصدها خلال الفترات الحجر الصحي، يتم توجيهها بصفة آلية إلى المحاشر. بحزم أعوان الأمن يسهرون حتى يعني في التدخل في محاربة كافة أشكال السرقة، يعني نعرف ربما أنه أو الجريمة يعني مثلا هي التي يعني تحدث هذا الاضطراب يعني في السكينة وفي طمأنينة في الأشخاص مثلا ليلا في فترة هذا الحجر الصحي، أقصد يعني فترة الليلية. والله هناك من يستغل الظرف يعني بطبيعه الحال او موجودون. نقول باللي ان الانتهازيين او الذين يفوتون الفرصه على تحكير هذا الجو الهادئ بالنسبه للمواطنين، اللي نقول باللي انه هذا الوباء هو وباء عالمي وليس وباء خاص بالجزائر، ولكن نقول باللي ان الجزائر اليوم امام تحدي اللي نرفعه هو المحافظه على امن الاشخاص والممتلكات، اللي نقول مصالح المديريه العامه للامن الوطني كانت البدايه بتجنيد اولا مصالح الامن العمومي اللي راهي تسهر اولا من خلال نقاط المراقبة المرورية اللي أيضا هي تفرض الرقابة على متنقل كل الأشخاص والممتلكات بصفة صارمة. تأتي فيما بعد هناك مجهود آخر من خلال الدوريات، اللي ما ننساوش بأنه هناك دوريات مسيرة وليس دوريات انفرادية، تكون ثلاث مركبات
مركبات أو 4 مركبات أو حتى لغاية 5 مركبات يقوموا بدوريات. كنقول هذه الدوريات تتوجه نحو الأحياء التي هي معروفة باللي أو حتى المناطق اللي تكون معروفة بنوع ما يكون هناك شبكة إجرامية يتم استهدافها. ما ننسوش أيضا تم استهداف شبكات يعني بطبيعة الحال نقول يتم استهدافها. كيف ذلك؟ مصالح الأمن العمومي أو حتى نقول باللي المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد ليس فقط على مصالح الأمن العمومي لكن هي أيضا تعمل جنبا إلى جنب إلى مصالح الشرطة القضائية التي لها دور فعال من خلال الفرق الشرطة القضائية اللي متواجدة على مستوى أمن الدوائر أو على مستوى الأمن الأقسام الحضرية أو حتى المقاطعات الإدارية للشرطة القضائية مثلا على مستوى العاصمة اللي راهي تقوم بهذا بدور فعال في هذا المجال. أعطيك مثلا نقول اليوم أيضا في مجال المضاربة أيضا تم حجز كميات كبيرة من السلع التي هي موجهة للمضاربة وبالتالي هنا نقول مصالحنا من خلال المعلومات المسبقة لأن المعلومة في حد ذاتها التي تعطينا النوعية في التدخل تعطونا النوعية في كيفية تكييف نمط عملنا في هذا المجال. ما ننساش الأخ محمد أيضا أنه هناك عمل من نوع آخر أشيد بالتبليغ الذي يقوم به العديد من المواطنين عبر الأرقام الخضراء التي لا زالت تستقبل وتشتغل إلى حد الآن بطبيعة الحال خلال الفترات الليلية اللي نقول بلي أن الرقم 15 مليون 40 الرقم 17 اللي هو رقم النجدة أو الرقم 104 لا زالت تستقبل المكالمات الهاتفية من المواطنين في الكثير من الحالات يبلغون عن تجمع للأشخاص خارج الحجر داخل الحجر الصحي أو في بعض الحالات الأخرى على شبكات إجرامية أو على أشخاص يقومون بأفعال التي تضر بالسكينة والأمن العام وبالتالي هنا يكون توجيه القوة العاملة في الميدان بصفة فورية للتدخل وأيضا رد هذه المخالفين. ولكن نقول بأنه مصالح الأمن الوطني من خلال تواجدها من خلال الخطة المفروضة وتسيير هذه الخطة عبر بحكمة يعني حتى يعني حتى نثير الفوضى ونثير يعني بحكمة يعني حتى طريقة التدخل مدروسة بطبيعة هذه التدخلات المدروسة وفقا لهذه الخطة المحكمة إلا والحمد لله النتائج راهي إيجابية إلى غاية حد الساعة وأملنا يحذون في استجابة العديد من المواطنين وأيضا بالوعي الذي لمسناه لديهم من خلال هذا التبليغ من خلال المحادثة معهم وإن شاء الله سوف تكون استمرارية في هذا المجال. أولا المحافظة على أمن الأشخاص وصحة المواطن الممتلكات وأيضا صحة المواطن. وهنا لا يفوتني إلا أن أؤكد وأشيد بالمجهودات الذي يقوم بها أفراد الصحة وبالخصوص منهم الأطباء لمحاربة هذا الوباء المختصين أيضا الذين ينتمون لمؤسساتكم بطبيعة يعني لقطاعكم. نعم. الحمد لله اليوم مصالح المديرية العامة للأمن الوطني راهي مجندة بكل أعتادها بكل أعتادها النوعي بكل تجهيزاتها بكل تعدادها البشري وكانت الصورة أصد تعبيرا وأصدق تعبير ما لمسناه من إطارات وإعوان الشرطة اللي راهم متواجدين في الميدان سواء كان خلال فترة النهار ولا خلال فترة الليل للمعنوياتهم مرتفعة لحماية المواطنين لتأمينهم وأيضا لتوعيتهم من مخاطر التنقل والتواجد بداخل المنزل. جيد جدا. أنت تحدثت سيد محمد صداقي عن التنسيق الموجود داخليا على مستوى مصالحكم بين مصلحة الأمن العمومي ومصلحة الشرطة القضائية. هل ثمة تنسيق أيضا مع المصالح الأمنية الأخرى؟ أقصد مثلا في نحن نعرف أن المجال هو مجال الاختصاص بالنسبة للأمن الوطني وأيضا الدرك الوطني. كيف تتم عملية التنسيق يعني بالأمس بين هذه المصالح؟ والله بالفعل بالأمس فقط كنا نتابع لبرنامج خاص أو فقرة خاصة قامت بها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على مستوى ولاية قسنطينة وشفنا هناك عملية نوعية لأنه نقول هذه العملية النوعية يتم تنسيق بين مصالح الأمن سواء كانت الشرطة أو درك وطني. هذه العملية لتقوم بمداهمات لكل الأحياء سواء كانت على مستوى قطاع اختصاص الأمن الوطني أو الدرك الوطني. ولكن نقول بأنه المصالح الأمنية هذه الكلمة التي نؤكد عليها مصالح الأمن سواء كان الشرطة أو درك هي مجندة تجنيد كامل لتقديم الخدمة العمومية لتأمين الأشخاص لتأمين الممتلكات وأيضا رفع التحدي للحد من تفشي هذا الوباء. نشوف لأنه هناك استغلال الآليات نذكر عبدون نقول بلي الحمد لله اليوم عمل مصالح الأمن الوطني إلى غاية يوم أمس كنا قمنا بأكثر من 1084 عملية تعقيم لكل الشوارع الساحات العمومية والمباني. هذا ما يدل بلي على هذه المعنويات المرتفعة أو حتى هذا الجهد المبذول واللي يبقى متواصل لمنع تفشي هذا الوباء. وأيضا نقول بلي أنه حتى هذه الرسالة من خلال هذا المنبر إلا ورح تبلغ لكل المواطنين إن شاء الله تكون رد الفعل تكون إيجابية لتلك الفئة اللي لا زالت لا تحترم الحجر الصحي ولا لا زالت تحترم الحجر المنزلي لأنه الوباء اليوم هو خطير. الفيروس في حد ذاته أو الفيروس هذا المستجد في بعض الحالات اللي تكون أعراض تاعو راهي واضحة وفي بعض الحالات الأخرى راهي تكون أعراض غير واضحة وبالتالي أكبر وسيلة وأنجع وسيلة للحد من تفشيه هو البقاء في المنزل البقاء والالتزام
بإجراءات الحجر الصحي. آخر مسار في هذا الضرب الذي اشتركنا فيه سويا أستاذ محمد صداقي هو ضرب الخدمة العمومية التي نشترك فيها، حتى المؤسسة العمومية للتلفزيون تقدم قنوات التوعية والتحسيس، حتى المؤسسة العمومية للتلفزيون انخرطت في حسابات التضامن الوطني والهبة الجماهيرية من خلال توقيع أيام مفتوحة، كان المشاهد طبعا تابع عطياتها من خلال شاشة التلفزيون الجزائري. ماذا عن المساهمة أنتم يعني في حسابات التضامن الوطني والهبة المجتمعية؟ أود هنا أن أشاهد هنا طبعا التبرع بجزء من الرواتب خاص بإطارات المديرية العامة للأمن الوطني، وكان قد صدر في بيان يعني لرأي العام. والله عندما نتوجه إلى حساباتنا عبر الفيسبوك وتويتر أو حتى عبر وسائل الإعلام نقول بلي أنه هناك بيان في هذا المجال أن مصالح الأمن الوطني في هبة خاصة أو في هبة خاصة للتضامن مع كل أطياف المجتمع وكل الشعب الجزائري، إلا وكانت خصصت رواتب خاصة من الإطارات للمديرية العامة للأمن الوطني إسهاما في التضامن مع كل المواطنين وأيضا الحد من تفشي هذا الوباء. ما ننسوش بلي أنه اليوم نحن أمام تحدي كبير وتحدي كبير جدا، وهو ايضا ما ننسوش بلي انه على مستوى العديد من الولايات، انت تتحدث فقط على مستوى ولايه البليده انه هي ولايه اللي راهي مغلوقه بالكامل، نشوف بلي انه العدد من الهبات التضامنيه التي تتوجه الى البليده تتوجه الى هذه البليده، ولكن ما ننسوش انه كل ربوع الوطن هو محتاج الى مثل هذه التصرفات، الى مثل هذه السلوكات والممارسات. وبالتالي نقول بلي انه الحمد لله هناك سلوك حضري ينبع على الانتماء لهذا الوطن. عندما نقول الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الا هناك عنوان مشرف ومصدر فخرنا جميعا، هو مصدر فخر، وبالتالي عندما تنطق إلا بهذه الكلمة إلا وراح ينبع من داخلنا هبة نحو التوجه لحماية هذا الوطن، هبة للمساعدة، هبة للتدخل، هبة للتجنيد إن شاء الله تحدون معنويات لأنه إن شاء الله نأمل أنه غدا إذا نرفع البلاء مع بعض بطبيعة الحال نستيقظ إلا وتكون حالات صفر بالنسبة لهذا الوضع إن شاء الله. لكن بالتزامنا بهذا الحجر وأيضا احترامنا لهذه التدابير وهذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة واتخذتها كما ذكرت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكانت سباقة في اتخاذ هذه الإجراءات. أشكرك سيد محمد صداقي ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، حديثنا في نطاق الخدمة العمومية عن تكثيف جهود الأمن العمومي والأمن الوطني لتعزيز جهود التصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. نتصدى أيضا بالتوعية والتحسيس، هذه هي الفواصل التي نقدمها في هذا الصباح. نحن أطباء مقيمين في المركز الاستشفائي الجامعي ببوليدا نتوجه كل مواطنين ومواطنة هي في ولاية بوليدا وباقي الولايات إلى التحلي بالوعي والجدية وترك كل ما هو هزلي والمسخرة اللي رانا نديروها والسخرية من داء كورونا اللي راه مسبب كوارث وأغلق بلدان بأكملها. في إيطاليا عزل 15 مليون مواطن، إيطاليا بما تتوفر عليه من وسائل ما قدرش تقاوم المرض، بريطانيا كذلك. جماعة الحالة ما راهيش تشكر، راهم كاينين مرضى مشتبه فيهم، مرضى مصابين، تحلوا بروح الوعي يا جماعة، حاولوا ما تخرجوش من الدار إلا للضرورة القصوى، تجنبوا أسباب المرض وما تجيوش للمستشفى إلا لظرف قاهر، واللي يجي مع المستشفى يجي مريض واحد. راهم كاينين حالات مؤكدة، حالات مشتبه فيهم، تفادوا أماكن الازدحام، المقاهي، الحفلات على الأقل في هذا الشهر باش ننقصوا من العدوى وننقصوا من انتقال المرض. حافظوا على أبائكم أمهاتكم من هذا المرض، إذا تفشى عندنا المرض يدير كارثة، إذا تفشى عندنا المرض يدير كارثة. خذ الأمر على محمل الجدية يا جماعة. حنا لي زاجونيان نتوما لي راكو في الجزائر تفهموا بلي هذا لو فيروس إلي لا سي اون بو با دير نو ما يديرش سي ان سيندروم غريبال لا غريب نو. دونك سي بور سا جو كومونس ما فيديو اون ديزون عندنا حنا نقولوا نقولوا الوقاية خيرا من العلاج. هذا كي يكون كاين علاج، مي هنا ما كانش علاج، دونك الوقايه خير من الموت. لو ريسك دو سو فيروس سي لو ديسي. جو فوز اكسبليك سور 100% 80% ils vont faire le coronavirus bénin qui veut dire ماشي grave يدير اعراض ويجوزو نورمال بلا ما يدير حالات grave. يقعدوا لي 15-20%. Les 15-20% sont des حالات اللي لازم on les hospitalise, لازم نعطيهم l'oxygène ou كاين حالات grave ou plus grave. Les plus graves لي c'est des patients اللي لازم نوصلو لي لازمهم اكسجين اكثر يوصلو حتى للانتوباسيون.
qui veut dire que les 15-20%, il y a entre 2 à 4 décès. Même Zouj, il a 4%. Flinia, décès, c'est énorme. C'est une catastrophe. J'appelle toute la population algérienne, kbar ou srar, s'il vous plaît, Khaouti, t'aïchou, qadouf diorkom, ne sortez pas, haka t'ahmi nefsek ou t'ahmi aïltek. لازم نديرو ليد في اليد معا خاوتي باش نقضيو على هذا الفيروس قبل ما يقضي علينا. Mes chers amis, l'heure est vraiment grave. J'ai perdu mon premier patient hier du coronavirus. La famille n'a même pas eu le droit d'aller le voir car même après le décès, cette maladie reste contagieuse. J'ai plusieurs autres patients qui luttent contre la mort. Mes confrères et amis médecins font malheureusement le même constat. S'il vous plaît, restez chez vous. Tout regroupement est source de contamination. Dites stop au mariage, stop aux prières en groupe. Chacun fait la prière individuellement chez soi, y compris la prière sur les morts. Ce coronavirus se propage très facilement et très rapidement d'une personne à l'autre et il peut être mortel. قد تكون مميتة أو كان قد يكون انتشاره مميتا جدا والعديد طبعا من الدول اليوم تحاول أن تمنع تفشيه وانتشاره و نمنع انتشاره وتفشيه بضرورة الالتزام بضوابط الحجر الصحي في المنازل وفي البيوت حتى وإن كنا في البيت ممكن أن نتواصل عن بعد مع منصات رقمية خاصة حتى بالدراسة الجامعية التي استؤنفت ونقدم كلية العلوم الطبية نموذجا بعد الفاصل. صحيح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باشرت منذ سنوات وشرعت على إقامة نظام للتعليم عن بعد كدعامة طبعا للتعليم الحضوري، لكن اليوم بفعل وباء كورونا كوفيد 19 وظروف الحجر المنزلي اتسعت رقعة التعليم عن بعد وأصبحت السبيل الوحيد المتاح حاليا من أجل متابعة الدراسة الجامعية واستكمال البرامج المعرفية. للحديث إذن عن استئناف الدراسة الجامعية والأنموذج كلية الطب تحضر معي البروفيسور شهير نبيلة وهي نائب رئيس قسم كلية الطب مكلف بدراسة ما بعد التدرج ورئيس قسم أيضا التشريح المرضي بمستشفى زميرلي. مرحبا بك بروفيسور، صباح الخير. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا. أود أن نتحدث إذن على هذه الصيغة، ليست صيغة مستحدثة، كانت موجودة من قبل. كانت موجودة. ممكن تشرحي لنا هذه الصيغة التي كانت موجودة من قبل؟ هي بالفعل الوضع الصحي الحالي والظروف الحجر الصحي جعلونا نضطر إلى وجود حل بديل على التعليم الحضوري، وهذا جاء بعد تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد رأينا أن البلاتفورم يعني الأرضية اللي كانت موجودة من قبل ويعني ما بالفعل ما كانتش مستعملة بزاف، بس كل الأستاذ يعني كان موجود التعليم الحضوري والأستاذ كان يمد يعني الدرس تاعو اترافير لا كلي اس بي ولا يعني سيتي بلو فاسيل بور يعني كان سهل الطلبة ولا الطالب باش يتحصل عليها بسهولة يعني يعني سون باسي بار لا بلاتفورم. لكن الان فعلت الارضيه اكزاكتومون اني تي اوبليجي دونك دو لوتيليزي دو فاسون بلو. نعم، كيف تم تفعيلها بروفيسور؟ يعني التفعيل هذا طبعا جاء مع هذا الظرف الراهن والاستثنائي، ماذا تضمن هذا التفعيل؟ يعني كانت موجوده ولكن ماذا اضفنا لهذه الصيغه التي كانت موجوده؟ ماذا اضفنا؟ دوكا دخلنا في اون بلاتفورم يعني بيان ايدنتيفي بيان ايدنتيفيابل، c'est-à-dire qu'il y a un site qui trouve faire c'est la plateforme modèle. Donc voilà une plateforme pédagogique modèle la modagia. Donc il trouve faire tout d'abord l'ustad يعني يدير لوغين تاعو يسجل نفسه باش يكون عنده كلمه سر
يعني باش يكون بور سيكوريزي لو كونتوني دو كور، ماشي نيمبورت كي يقدر يبدل مضمون الدرس. دونك يدخل وكاين بعثوا لنا يعني اون فيديو توتوريال باش نفهمونا اكزاكتومون كيلي لا بروسيدور بور رونتري دون لو ديجا دون سور لا بلاتفورم، يعني للاستاذ دابور، من بعد باش يسجل نفسه وباش يعني كيفاش يقدر يدخل الدرس تاعو ولا المحاضره يعني، وهذا باش بور سيكوريزي دونك لو كونتوني. ومن بعد عندنا يعني لا بارتي تاع اللي يدخل فيها الطالب باش يتحصل على الدرس، هو يعني دوكا فو سافوار كون مانون دون لي 20,000 طالب اونتر طالب ومقيم في الكليه، وجا في وقت ضيق سي ديفيسيل دو دوني كلمه سر لكل واحد، يعني دونك اون دوني ان اكسي ليبر دونك ان اكسي انونيم، يعني كل الطلبه ممكن كل الطلبه كل الطلبه يعني يطلعوا على الدروس ويستأنوا في الدروس اكزاكتومون. دونك فوالا كاين دونك سيكل لو سيكل دونك غراديواسيون اي بوست غراديواسيون، يعني كل واحد يعني يدخل في باغ اكزومبل في لا غراديواسيون يدخل في السنه تاعو باش يشوف ما هو الموديول اللي حاب يطلع عليه والدرس اللي يطلع عليه، ويكون في علمك باللي يعني نحطوهم تدريجيا يعني بوغ ريستي بيداغوجيك دونك اي بيداغوغ اون لي في رونتري او فور يا ميزور دو بروغرام، باسكو يعني بصوره بيداغوجيه نحترموا البرنامج اللي كان موجود. نحترموا البرنامج بيان سور باسكو كاين تسلسل، يعني كاين تسلسل ما نقدرش نهضر له على حاجه وهو ما شحال هي المده تاع التحيين، انا نقدم درس شحال المده باش نزيد نضيف درس اخر اللي كان موجود في البرنامج، يعني حسب سمانه سمانتين وعلى يعني حسب البرنامج، يعني هي مليحه باسكو هاد الحجر الصحي جا مع العطله دونك يعني كان في راحه الطالب، ودوك مع لا روبريز دونك ملي خلصت العطله رانا نحطوهم او فيغ يا ميزور دو بلانينغ، يعني رانا نحترموا البرنامج وباش هكذاك يعني بوغ اد ريستي بيداغوغ باسكو ما نقدروش نرمو له يعني نمدو كل الدروس ولا نديرو كل المحاضرات فوالا. وباش وكاين حاجه ثانيه الاستاذ يقدروا يطرحوا اسئلتهم يعني للاساتذه عبر الميل وعبر عبر يعني مام شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك. يعني الحق هنا نحيي الاساتذه يعني يجو الجو دونك يعني تكيفوا بسرعه معنا تكيفوا وفريمون يبدلوا يعني جهودهم باش يعاونوا يعني الطالب ويعاونوه باش يفهم يعني الدروس، ويعني ان شاء الله نقدروا نديروا حصص استدراك اون بوغا بروغرامي دونك دي سيونس دو راتراباج باغ لا سويت سي تو فا بيان، ويعني كل شيء يمشي على ما يرام يعني كما نقول اكزاكتومون ان شاء الله. تحدثت عن المضمون، وشو المضمون؟ عبارة عن محاضرات، دروس، تمارين، غيرها يعني من يعني قبل ما نتحدث عن جانب التطبيقي في كلية العلوم الطبية. كاين دابور لي كور تيوريك اي لي كونفيرونس، دونك لي كور تيوريك سي بور لي كور اي لي كونفيرونس دو فاصون سي يعني لي كور اللي كانوا من المفروض يجوزوا في المدرجات يعني الجامعة، هذوك سي لي كور تيوريك دونك هذوك هما اللي نحطوهم دون ان بروميي تان في بلاتفورم. من بعد يعني نفس الشيء للمحاضرات تاع الاطباء المقيمين باغ اكزومبل اي تو بصح يعني من بعد لو كان يعني الوقت يعني نزيدوا في هذه الوضعيه يعني اكثر في وقت اطول اون صار اوبليجي دو دونك جي سري لي تي بي دونك نقوم بتسجيل الاعمال التطبيقيه بيان سور باغ اكزومبل كيما ان فارماسي يا دي تي بي دو شيمي يا دي تي بي دو بيوفيزيك باغ اكزومبل، سيتادير هذيك لازم من بعد نضطروا الى تسجيل مي دون ان بروميي تون بيان سور يفوا افوار لي كونيسونس تيوريك دونك يكون فيه معارف يعني معارف نعم. طيب ماذا عن التخصصات الطبيه، اكثر التخصصات الجامعيه التي تعتمد على هذا الجانب التطبيقي عندما ضبطوا هذا النظام؟ يعني من السهل صح اني نطلع من خلال هذه المنصه على الدروس وعلى المحاضرات ما عنديش اشكاليه لانهم يعني اصلا موجودين في البرنامج، ولكن بالنسبه للتطبيق يقدر يطرح اشكاليه في بعض الاحيان يعني سي نورمال يعني تعودنا على نظام معين وبعد لقينا روحنا اكزاكتومون بصح معليش لازم نتاقلم مع الظروف ومع الوضع
الوضع الحالي. il faut savoir que la faculté de médecine donc كلية الطب فيها ثلاث فروع. عندنا الطب، عندنا طب الأسنان، وعندنا الصيدلة. دونك يعني التخصصات مختلفة، ونسحقوا باغ اكزومبل بوغ كيما الصيدلة فيها بزاف الاعمال التطبيقيه باغ اكزومبل، يعني بوغ سيتي كو لا فارماسي. دونك يعني لازم نلحقوا ان مومون وين اوني اوبليجي يعني دو راترابي ميم هاد لي تي بي باسكو سي امبورطون، سي امبورطون. فوالا، كيف نقدر نساهم؟ يعني احنا نتكلم عن الجانب الالكتروني ولا المنصات الالكترونيه في تداول هذه الدروس وتقديم هذه المحاضرات، مع مثلا دور التلفزيون اللي يلعب اليوم دور هام جدا في مسألة التعليم عن بعد، هذا تكرست وتجسدت من خلال وزارة التربية الوطنية من خلال الدروس سميناهم مفاتيح النجاح. كيف يمكن أيضا أن يساهم التلفزيون في هذا النطاق، يعني في هذا المجال، مجال التعليم العالي والبحث العلمي؟ ممكن أظن على حسب ظني ممكن يعني التلفزيون يلعب دور، على خاطرش يعني كاين كل وسائل موجودة يعني بارابور ا لا فاكولتي، سي نورمال، فو افي سكيل فو. جو بونس كو سي مثلا انتم جامعة التكوين المتواصل موجودة، جامعة التكوين المتواصل اللي تقدم هذا الخدمة، يعني من خلال الإعلام، من خلال الصورة، من خلال ممكن بعد الواحد يدير كولابوراسيون يعني تنسيق. نو سي تادير كو دوكا يعني كل المبادرات يعني مرحب بها، نقدروا on peut penser à innover, à faire de nouvelles choses. Et puis, c'est la faculté de demain, c'est peut-être la façon de voir de demain. De penser, même le تفكير. Même le تفكير, il change. Parce que l'un dit peut-être que cette situation nous a appris de nouvelles choses et peut-être qu'elle va nous apporter d'autres choses. Donc, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Il y a des étudiants qui ont fait des études sur cette plateforme numérique المستحدثة، ان احنا نقدموا كلية الطب بالنموذج اليوم؟ لا لا لا، راهم يعني يطلعوا على الدروس وفيغيا مزيور، يعني جات غير هاد لا سيمين يعني بعد لا روبريز، دونك مي في هاد لا سيمين يعني بداوا يطلعوا على الدروس اللي ما حطوها الاساتذه على المنصة. وهنا ثاني حي يعني ممثلي الطلبه لي ديليغي يجو فريمون ان تري غران رول، دونك ils aident aussi à faire passer le message à leurs camarades parce qu'il faut savoir que les talabat تاع جامعه الجزائر هما يعني راهم منتشرين في عبر كل ربع القطر، يعني عندنا دي جون لو سود ليست الويست، دونك فوالا ils sont وهاد الممثلين يعاونونا باش يفون باسي لو ميساج كوم كوا يعني il y a une plateforme, il faut la consulter et tout. Et en plus, يعني الحق الاساتذه ثاني عندهم ميم في لي ريزو سوسيو يعني يتصلوا بالطلبه، سورتو يعني لي جون بروميير اني دوزيام اني، هذوك هما اللي شغل حاجه جديده عليهم اي تو، il faut les accompagner parce qu'il faut savoir que cette plateforme elle est venue dans deux يعني الغرضين، الاول garder le contact avec l'étudiant ce qui est important، يعني تبقى مساله التواصل مع الطالب، التواصل والاتصال مع الطالب، اتصال مع الطالب. وثانيا بيان سور اكمل البرامج يعني كل البرامج باش يعني ما يكونش من بعد كونت اون فا روبروند ما يكونش يعني ان تري غون روتار. هذا هو الغرض يعني الرئيسي. إذا نعتقد بأن من خلال هذه المنصة الرقمية راح نوصل لعدد أكبر يعني من الطلبة، لأن كل الطلبة الآن ممكن هم يتصفحوا هذه المنصة الرقمية ولا يشوفوا هذه الدروس اللي نطلعوهم في المنصة الرقمية. وي بيان سور، اون اسبير كال يعني هذه الجهود تكون يعني فيزيبل، تكون باينه، باسكو كي يدخلوا في المنصة ويصيب الكور تاعو اي تو، من بعد يقدر ينوت جوست سيلا دي كيستيون ولا، ومن بعد يقدر يطرحها. كاينين يعني يا لي ديليغي كي بوف جوي لو رول دو همزة التواصل بين الأستاذ
والطالب، وكاين يعني الاساتذه اللي عندهم الايميل تاع صديق الطلبه، عندهم الايميل ولا عندهم اترافير لي ريزو سوسيو، يا دي فوروم، يا منتديات، حتى منتديات. وي وي لي جون سورغانيز، يعني اون ايتي اوبليجي دو نو ادابتي ا سات نوفيل سيتوياسيون. وحتى في نفس الوقت يعني نتوجه لهذا النظام المستحدث يعني تقريبا عبر كامل المصالح وكامل القطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يعني هذه المنصات الرقميه اصبحت اولويه واصبحت سبيل الوحيد يعني. اكزاكتومون، يعني فو سافوار كو ايور، يعني سيتير ما هذاك التعليم الحضوري ولا يعني ولا التعليم التقليدي ربما يصح التعبير. اكزاكتومون اكزاكتومون، دونك كي بريفير لي سي هاد لي كونفيرونس، يعني يحطوهم في الانترنت، من بعد الطالب يجي برك باش يدير يعني دروس تطبيقيه ولا اعمال تطبيقيه ولا دي تي دي ولا جوست بور بوزي دي كيستيون، اي سي بلوز انتراكتيف فوالا. الوغ باسكو لا تيوري فينالمون ال اكزيست، يعني موجوده حتى ولو كان التطبيق يعني مهم في العلوم الطبيه والتخصصات الجامعيه الطبيه. بعد الدروس ولا بعد اخذ الدروس كاين مساله الامتحان، هل فكرنا الان في اجراء تصور اليه لكيفيه اجراء الامتحان على المنصه الرقميه او ليس بعد؟ الان في احتمال امكانيه لاجرائها عن بعد؟ لا ما نعرفوش يعني كيفاش هو ولا يعني دوك ما نقدروش نهضروا على الامتحان، يعني نكملوا دابور البرنامج ونسيو سيتادير كو لي ربما نظرتكم الاستشرافيه يعني. وي وي سيتادير كو لوبجيكتيف دون ان انسينيومون يا دي زوبجيكتيف، لازم يكونوا زوبجيكتيف الاهداف، يعني اترافير درس on ne parle pas pour parler، كاين دي دوني لازم يكونوا يعني معطيات لازم يدخلوا يعني في راس الطالب، ولا ما مديناهمش، يعني الاستاذ ما مدهمش، يعني سا فو دير كو اي نا با في سون ترافاي. دونك لازم دابور الاهداف تاع الدروس وال لونسينمون تيوريك اي فو كيل سوا اتانت دابور، من بعد باش نفكروا في سكون ابل ليفالواسيون، نمد الحاجه من بعد جي فالو، j'évalue sans avoir tout donné. Vous êtes d'accord? Donc, dans un premier temps, pour l'instant, tant qu'on n'a pas fini, on ne peut pas penser à l'examen tout de suite. Vous êtes d'accord? Mais bien, pour l'imtihan en بعد يعني كاين العديد من الجامعات في دول العالم يعني كان عندها طريقه واليه اجراء الامتحان. Ça dépend de ce qu'on veut avoir à travers l'évaluation. D'accord. En ce qui concerne يعني licence médicale, il faut savoir que c'est un domaine حساس يعني très sensible. يعني très sensible. Donc يعني pour avoir la crédibilité de l'examen et c'est-à-dire le misdaqiya ou l'istihqaq تاع الطالب لازم c'est-à-dire لازم يكونوا ظروف مهيئه باش نكونوا سيغ، باسكو غدوه سي الطبيب تاع الغد، سي الصيدلي تاع الغد، طبيب الاسنان تاع الغد، ماشي يعني حاجه سهله يعني ما نغامروش يعني حسب نظري ما نقدروش نخدموا على امتحان عن بعد، يعني ان شاء الله تتحسن الاوضاع وتعاود تولي ونتجاوزوا هذا الظرف الاستثنائي ونتجاوزوا، يعني انا متفائله يعني كنا متفائلين on fait ça juste pour gagner du temps يعني pour ne pas perdre du temps حتى ما نحدش اضطراب يعني في السنه الدراسيه الجامعيه. Exactement. هذا هو المقصود، هذا هو باش ما يعني ما تروحش السنه هذه للطالب، يعني هذا هو الغرض تاعنا، من بعد on a le temps يعني de programmer les examens ان شاء الله وتعود يعني مجاريها ان شاء الله تعود المياه الى مجاريها، ولكن نود ان نحتفظ يعني بهذه الاليات وهذه الصيغات المستهدفه اللي هما الالكترونيه. يعني احنا نقولوا من دوك لازم الواحد يخمم يعني المدى البعيد على اقحامها في مجال اوسع واكبر، يعني هذه المنصات الرقميه يعني ولا التعليم عن بعد. لا ان شاء الله، يعني سكو جو ديزي توت الوغ، ان شاء الله هذا الوضع الحالي هذا علمنا يعني دو نوفيل شوز، رجعنا يعني ميم دي فوا ولا غير يعني اساتذه كبار يعني ما تعلموا ودخلوا في المنصه، ويعني شغل كاين تجاوب وكاين يعني. وفي هذا الصدد اود ان اشكر كل الاساتذه والاساتذه المساعدين الحق يعني اللي رحبوا بهذه المبادره وهذا ويعملوا يعني كل جهود
عندهم باش لانجاح العمليه هذه. يعني الحق نشكرهم ونحييهم على هذا الجهود، على خاطر يعني الفو سافوار كو يخدموا في المستشفى، وكاين بينهم بيناتهم يعني دي ميتيغ انيماتور، دي ميتسان بنومولوج، دي انفكسيولوج اي تو، ويدخل في الليل بعد يعني ينقعد. ولا نشوف انه الهيئه الطبيه راهي مجنده في نطاق اخر، يعني داخل المؤسسات الاستشفائيه وموجودين في اكزاكتومون. اي سو سون سي ميم ميتسان كي كونت يل رونتر لو سوار يل رونت سور لا بلاتفورم يل دون لور كور اي تو. جو بونس كو كوم ميم يفو لي سالوي لور ديفور فوالا. يعني يفو نتفهم جدا هذا. انت ايضا في نفس الوقت رئيس قسم التشريح المرضي بمستشفى زميرلي، كيف هو العمل في هذه الاوضاع يعني، ولا في هذا الوضع الاستثنائي هذا؟ طبعا افتح قوس فقط لي افتح ايضا قوس لأحيي الهيئة الطبية على مستوى كل المراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية. شكرا. يعني مستشفى زميرلي كما تعرفون هو مستشفى تاع الاستعجالات، دونك هو كان يعني في الواجهة باش يعني يقابل هاد المرض، يعني تحل يعني بسرعه يعني جناح مخصص لهاد الوباء. باسكو يعني كانوا افون لي زورجونس دو ميدسين كانوا يعني باش يعني اللي يجي دون لو كادر دو كورونا ما لا يحتك مع الناس اللي موجودين. فوالا ما يحتكش لي واحد اللي جا بور اون اوتر بور ان انفاركتوس ولا يعني بور اون اوتر ريزون. دونك يعني وبهذا يعني تنيت نحيي يعني لا رياكتيفيتي دو ديريكتور الحق. يعني tout de suite il a pris يعني des initiatives مع الطاقم يعني الطبي وشبه الطبي. يعني c'est une très bonne équipe que je salue. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله في مهامكم. بروفيسور شهير نبيل، نائب رئيس قسم الطب بكلية الطب، مكلف بدراسة ما بعد التدرج، ورئيس قسم التشريح المرضي بمستشفى زميلي، شكرا جزيلا لك على حضورك في البرنامج بروفيسور. تحدثنا إذن عن استئناف الدروس وتلقي المعارف والاختصاصات الجامعية عبر وسائط المعرفة التكنولوجية عن بعد والعينة أو النموذج كليات العلوم الطبية. نعود إليكم بعد هذه الفواصل، فواصل التوعية والتحسيس. نشدوا ديارنا باش نحميو انفسنا وغيرنا. لازم نغسلوا يدينا بانتظام بالماء والصابون ولا بجل معقم، وما نمسوش وجهنا ويدينا مسخين. كي نعطسوا ولا كي نستعملوا نستعملوا منديل ورقي ونرموه مباشره، ولا نستعملوا المرفق ديالنا. وعينا يحمينا. السلام عليكم. هاد لا فيديو حبيت نخصصها لخاوتنا اللي في بليده، حبيت نقولهم بلي راكم في القلب ورانا كامل في محنه واحده. ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء، وان شاء الله ربي يرحم جميع اللي ماتوا، وان شاء الله يشفي جميع المرضى. ما علينا غير بالصبر والدعاء، الصبر والدعاء. هذا مكان ولايه بليده، راهي ولايه من ولايات الجزائر، كامل الولايات راهم نضروا، وعلى بالنا بلي ولايه بليده ضرت بزاف من هذا الوباء. رانا ندعيو لكم صباح مع الليل، رانا راكم في القلب، رانا كامل في محنه وحده. ما عليكم غير بالصبر، وعلينا حنا تام بالصبر، وان شاء الله ما تطولش هاد المحنه وتزول علينا يا ربي. وما علينا غير نحضروا على نفوسنا ونحميو نفوسنا، على خطر حمايه نفسنا هي حمايه العائله، حمايه المجتمع، حمايه الناس اللي عزاز علينا. السلام عليكم، معكم هشام بن دحو. بون اليوم ما جيتش ندير لكم فيديو تاع خواطر، اليوم ما جيتش ندير لكم فيديو تاع الدومين تاعي. اليوم عندي رساله لكم انتم، ما نسميهاش رساله، نسميها نداء. جاء الوقت باش نوقفوا مع الدوله تاعنا، جاء الوقت باش نعاونوا لا بوليس، جاء الوقت باش نعاونوا لي بومبي، وسيرتو جاء الوقت باش نعاونوا الاطباء. تقول لي هشام كيفاش نعاونوهم؟ غادي نقول لك حاجه صغيره خويا العزيز، اختي العزيزه، كيما هما راهم يخرجوا على جالنا، راهم يخرجوا على جال الصحه تاعنا، حنا نقعدوا في الدار على جالهم. ان شاء الله يكون الميساج يوصلكم. بغيت نقول لكم هذا ميساج صغير، باسكو على بالي بلي الشعب واعي، على بالي بلي الشعب تاعنا مثقف. ونختموها يقول لك ختامها ورود، بغيت نختمها بالورود، مدينه بليده. السلام عليكم، ريقيقي ابتسام من ولاية البوليدة، بينيفول في جمعية البدر. كما على بالنا كامل بلي البوليدة هي اللي كان كاين فيها أكبر عدد من المصابين بلو كورونا فيروس كوفيد 19.
وين رانا في الحجر الصحي في الكونفينمون، قاعدين في الدار بيان سور، ما نخرجوش كامل الا للضروره، وين يخرج فرد واحد من العائله ويدير كامل الاساليب الوقايه. هذا الشيء مليح لينا حنا كسكان ولايه البليده باش ما يكونش كاين انتشار لهذا الفيروس، ونطلب من كامل المواطنين انهم يقعدوا في ديونهم باش يحافظوا على سلامتهم وسلامه عائلتهم، باش نقدروا ان شاء الله نسيطروا على هذا الفيروس في هذه الفتره. سيلفو بلي غاستي شيفو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عيسى عبد الله، انا طالب جامعي من ولايه البليده. مرحبا بكم، انا في الحجر الصحي منزلي، انا في الديار هذا، انا اونفامي بروفيسور لوكوزين بسرو كيف كيف تفرجوا باتيري كيف كيف نصلوا جماعه صوموا واش نقولوا، ربي يجيب الخير ان شاء الله باش تنقذ حياتك وحياه عائلتك، خليك في الدار. السلام عليكم. الحمد لله وباذن الله وبوعيكم، عابرا وليس دائما، اقعد في دارك تحمي روحك وجارك. السلام عليكم، جيسبر كوراكو كاع بيان. بون معكم وسيم شاب جزائري. بون انا في وضعيه اللي رانا فيها تسمح لازم بالسيف علينا نريحوا في الدار، وهذه من اجل سلامتنا وسلامه عائلتنا، وكل فرد لازم عليه يريح في الدار هكا باش يكون دائما محمي. بون انا مادام راني في الدار راني نسي نستغل وقتي ودايم بايجابيه هكا باش ناحيه نفسيه باش ما نكونش متعب. السلام عليكم، سعيده اني ايا متطوعه في جمعيه البدر لمساعده مرضى السرطان وقاطنة في ولايه البوليده. احنا الجزائريين معروفين بالوطنيه تاعنا وحب الوطن في اي وقت، جا الوقت من لازم ندعموا بلادنا من غير لي ماتش تاع البالون، دعم بلادك بالوعي تاعك وقعد في الدار. معكم محمود ربيعي 12 جمعوي، حبيت نوجه رساله كامل للجزائريين والجزائريات بلي لازم علينا نلتزموا بالحجر الصحي، هذا الحجر المنزلي، ولازم نبروفيتيو الماكسيموم، نريحوا مع ديارنا، نريحوا مع والدينا، نريحوا مع خاوتنا، نقراو شويه كتابات، نشوفوا شويه لي فيلم، نوجدوا مشاريع مستقبليه. الحجر المنزلي هذا اللي يحمينا ويحمي العائلات تاعنا، يحمي لي بارون ديالنا. هذا الحجر المنزلي اللي لازم هو الحل الوحيد اللي نقدروا نواجهوا به هذا الوباء، وباء كورونا هذا. ربي يعافينا، ربي يعافي الجميع ان شاء الله، ربي يرفع لنا البلا ان شاء الله. نوجه تحياتي والتضامن تاعي مع كامل المناطق اللي تعاني مع هذا المرض هدايا، خاصة ولاية البليدة، ولاية العاصمة أيضا وباقي الولايات أيضا. ربي إن شاء الله يرفع علينا كامل البلا إن شاء الله، وبارك الله فيكم. كما راكم تشوفوا احنا اختار منا الفرصة، رانا في الدار رانا نونطرينيو، وحنا مدى بينا الناس كاع كما راكم كاع تقعدوا في الدار وتنطرينيو في الدار، هذه مليحة لكم، تكون فرصة مع العائلة، فرصة باش تلاقوا، فرصة باش تقويوا المحبة بيناتكم، ومطون تصوفيوا روحكم، تصوفيوا روح الناس، تهلوا في روحكم، خليوا في روحكم في داركم. إذن هذه هي رسائل التوعية والتحسيس، لن تجف الأصوات ولن تصمت الأفواه عن طبعا منادات الشعب وكل المواطنين بضرورة الالتزام بالحجر الصحي، لأنه السبيل الوحيد من أجل القضاء على تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في الجزائر. بعد الفاصل أخبار الصحفي الوطنية والدولية. الأخبار حصدوها عند الأخ فتحي. صباح الخير، مرحبا فتحي. صباحك سعيد وموفق محمد. كالعادة ننتقل سوية في جولة عبر الصحف الوطنية والدولية كما أشرت، لننقل أهم الأخبار وأبرز العناوين. إذن سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الصحة والعافية. سوية إذن مشاهدينا الكرام نطوف بين الصحف وننتقي أهم الأخبار وأبرز العناوين. الكلوروكين أنقذ الجزائر من الكارثة. بالبنط العريض كتبت البلاد في صفحتها الأولى. وفي تفاصيل الخبر، ربط عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور دقات تزايد حالات الشفاء وسط المصابين بكورونا باستخدام الطواقم الطبية الوطنية للبروتوكول العلاجي الذي يحتوي على دواء الكلوروكين. وذكر ذات المصدر بحسب الجريدة أنه متفائل بزيادة عدد حالات التعافي خلال الأيام المقبلة بسبب استخدام البروتوكول العلاجي الذي أقرته اللجنة العلمية في 24 مارس.
وشدد المتحدث بأن الجزائر اتخذت قرارا حكيما وشجاعا بأن باستخدام الكلوروكين، أقول خاصة وأن الصين استخدمته وأثبت نجاحته. دائما مع يوميتي البلاد مشاهدينا الكرام التي عنونت هكذا أحيت كورونا روح التضامن والتكافل بين الجزائريين. 26 ألف إعانة وزعت عبر 6 ولايات، منها 16 ألف إعانة لولاية البليدة. تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا الكرام تجدونه في الصفحة الثانية. جريدة الشروق اليومي في خبر هام أيضا نقلت عن البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا أن ذروة انتشار الفيروس نظريا ستكون في الأسبوع الثالث من شهر أفريل الجاري، أي في حدود 20 من ذات الشهر. وحسب البروفيسور مهياوي فإن الأمور لا تزال تحت السيطرة والتحكم، وتتوزع جل الحالات الوافدة إلى المستشفى عبر مصالح الطب الداخلي والأمراض التنفسية والأمراض المعدية، وإذا تطورت الحالات حسب البروفيسور فتنقل إلى مصلحة الإنعاش، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المتعلقة بانتشار بتراجع انتشار فيروس كورونا في ولاية البليدة التي كانت بؤرة لانتقال الوباء، وهذا بفضل الحجر الصحي الكامل المطبق في المنطقة. طائرات مروحية تابعة للحماية المدنية والجيش لنقل الحالات الصعبة للمصابين بفيروس كورونا. وفق ما أوردته جريدة المحور فإن هذه الطائرات تكون مجهزة بأجهزة تنفس اصطناعي وتخضع لبروتوكول خاص. وأوضحت الجريدة في صفحتها الثالثة تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود خلال وقوفه على مستوى جاهزية مقر المجموعة الجوية للحماية المدنية بالمطار الدولي هواري بومدين على استعداد المجموعة خاصة فيما تعلق بالجهاز الأمني والعملياتي الخاص بوباء كورونا، أن الدولة لن تتردد في وضع كل ما يمكن وضعه لمحاربة وباء كورونا. وأثنى الوزير على المجهودات التي بذلتها وحدات الحماية المدنية، مشيرا إلى تخصيص 186 شاحنة من صنع وطني كانت ستوجه لمكافحة حرائق الغابات تم تحويلها لتعقيم الشوارع. الحياة العربية توقفت عند خبر تخصيص نوافذ خاصة بلغة الإشارة خلال الدروس النموذجية التي يبثها التلفزيون الجزائري. وجاء في تفاصيل الخبر في الصفحة الثالثة من الجريدة، أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيص نوافذ خاصة بلغة الإشارة في برنامج مفاتيح النجاح الخاص بتلاميذ الأطوار الثلاث المقبلين على الامتحانات النهائية الرسمية على التلفزيون الجزائري، الذي البرنامج الذي أشرفت عليه وزارة التربية الوطنية، وذلك لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة المعنيين بهذه الامتحانات. وجاء في بيان الوزارة حسب ما نشرته الحياة العربية أن هذه النوافذ مبرمجة حسب جدول التوقيت التالي من السبت إلى الخميس على القناة الأولى والسادسة بداية من منتصف النهار والنصف إلى تمام الواحدة زوالا، ومن الأحد إلى الجمعة على القناة الأمازيغية من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف، وعلى نفس القناة يوم السبت من الخامسة إلى السادسة والنصف، توضح الحياة العربية. جريدة كواليس مشاهدينا الكرام عادت لبرنامج بقلب المفتوح للأستاذ أحمد بن صبان المدير العام للتلفزيون الجزائري، الذي كان ضيفه في العدد الأول الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الأستاذ محمد أوسعيد بالعيد. الجريدة وفي صفحتها الثالثة نقلت تأكيد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الجزائر لم تتأخر في مواجهة وباء كورونا المستجد،
بل كانت من أولى الدول التي اتخذت احتياطات لمجابهتي. وتضيف الجريدة أن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية وبعد أن أبرز جهود الدولة في التصدي للوباء منذ الوهلة الأولى من خلال إصدار بيان يدعو للحيطة والحذر في 14 جانفي الماضي، ثم ترأس رئيس الجمهورية لاجتماعين لمجلس الوزراء واجتماعين آخرين للمجلس الأعلى للأمن في شهر مارس الماضي. وأضاف الوزير المستشار للاتصال بحسب يومية كواليس أنه لا ينبغي الإجحاف في حق الآخرين والانتقاص من هذه الجهود. واعتبر الناطق الرسمي للرئاسة أن الوضع صعب ويحظى بمتابعة يومية من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يستشعر ثقل المسؤولية. لا صحة لما يشاع حول تأجيل الامتحانات الرسمية، هذا ما نشرته ميدي ليبر في صفحتها الخامسة. أن وزارة التربية الوطنية نفت ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة تروج لتأجيل الامتحانات الرسمية. وأكدت ميدي ليبر أن وزارة التربية الوطنية أوضحت أنه في حال بقاء الوضعية الصحية مدة أطول فإنها لن تتخذ أي قرار فردي، بل ستشرك جميع الفاعلين في المنظومة التربوية وفق ما نقلته ميدي ليبر. أخبار العالم مشاهدينا الكرام نبدأها بما نشرته نيويورك تايمز، حيث نشرت الجريدة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوزت رسميا إيطاليا في عدد الوفيات. وبلغة الأرقام تضيف نيويورك تايمز أنه بعد وفاة 2057 شخصا يوم الجمعة تكون الحصيلة الأولية الصادرة أمس قد بلغت 20,229 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا. اللقاح المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يكون جاهزا شهر سبتمبر مشاهدينا الكرام، هذا ما نشرته صحيفة الأنتيبنتد الصادرة في بريطانيا. الجريدة كانت قد أجرت سلسلة من اللقاءات الصحفية مع أساتذة مختصين في أمراض الفيروسات بجامعة أوكسفورد على غرار البروفيسور سارة جيلبرت المتخصصة في علوم اللقاحات بجامعة أوكسفورد. ونختم أخبارنا في عدد اليوم مشاهدينا الكرام بجريدة لو فيغارو الفرنسية التي خصصت أغلب مواضيعها لنهار اليوم لوباء كورونا. التبعات الاقتصادية للوباء موضوع توقفت عنده لو فيغارو، ونشرت مقالا توقعت فيه انهيارا غير مسبوق في المبيعات والأسعار لسوق العقار في فرنسا. كان هذا آخر خبر معنا لنهار اليوم. يا محمد نلتقي في أعداد لاحقة بحول الله. بحول الله، شكرا جزيلا لك فتحي. كانت هذه الجولة طبعا خاطفة ولكنها مفيدة جدا، طلعنا من خلالها على أبرز العناوين التي صدرت اليوم في الصحف الوطنية والدولية، وتعرفنا على آخر المستجدات طبعا بعنوان الصحافة وأخبار الصحف، دائما عن مستجدات تطور الوباء العالمي من توقيع زميلة منى العجال. حصيلة ثقيلة لضحايا كورونا في العالم أعلنتها منظمة الصحة العالمية، حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات ما يقارب 1,600,000 إصابة وأكثر من 97,000 وفاة. الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أثقل حصيلة بـ 21,000 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، لتكون بهذا أول دولة تتخطى عتبة 2,000 وفاة في اليوم الواحد. أما إيطاليا فقد عرفت وتيرة الوفيات الجديدة بها تراجعا مقارنة بالأيام السابقة،
حيث سجلت ما يقارب 542 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، كما أكدت السلطات تراجعا في عدد المصابين في العناية المركزة لليوم الخامس على التوالي. فرنسا سجلت بدورها أزيد من 987 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أزيد من 13,000 حالة وفاة وإصابة أزيد من 117,000 شخص منذ بداية انتشار الفيروس. في المقابل أعلنت السلطات الإسبانية أنها أحصت أكثر من 605 وفيات بجائحة كورونا، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 مارس الماضي. ألمانيا لم تكن بمنأى عن ارتفاع ضحايا الجائحة، فقد أحصت أزيد من 5,000 إصابة وأكثر من 260 حالة وفاة خلال 48 ساعة الأخيرة، بينما الصين التي عرفت تراجعا في حصيلتها أعلنت اليوم عن إصابة أزيد من 46 شخصا، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 81,000 مصاب. ويبقى الحجر الصحي الحل الأمثل لمنع تفشي الوباء. الحجر الصحي والالتزام به حل وحيد ومتاح اليوم من أجل القضاء على تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. أذكركم سيداتي سادتي أنه في الثقافة وبمبادرة من وزارة الثقافة من مديرية الترميم وحفظ التراث، مجموعة من الندوات والمحاضرات تنظم على المنصة الرقمية، يحضرها باحثون ومختصون داخل الوطن وخارج الوطن من أجل تثمين وترقية وحماية التراث الوطني. الضيف سيكون معنا في معرض برنامج هذا الصباح اليوم، وهو مدير الترميم وحفظ التراث بوزارة الثقافة السيد زهير بللو، لإعطائنا تفاصيل فيما يخص هذه المنصة الرقمية المستحدثة من أجل تداول المحاضرات والندوات في نطاق ومجال الحفاظ على التراث الوطني. نتداول أيضا منصة رقمية من خلال برنامج هذا الصباح على الويب مع الزميل حمزة عبان. نظراً للانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا المستجد وتسارع انتقال المعلومات والإحصائيات حول عدد المرضى وحصيلة الوفيات عبر العالم، ابتكر مراهق أمريكي أكبر موقع تتبع لحالات كورونا كوفيد-19 على الأنترنت. بطرح الإحصائيات الخاصة لكل بلد، الموقع يزوره أكثر من 30 مليون شخص في اليوم. في إطار الحجر الصحي الوقائي، يلجأ الأولياء والتلاميذ للبحث عن المحتوى الدراسي عبر الويب لضمان استمرار الاطلاع عن الدروس ومتابعتها. لهذا أطلقت المؤسسة الناشئة مدرسة نت على الأنترنت بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية سلسلة من الدروس للأقسام النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي مدرسة نت، أهلا بكم مع دروس اللغة الفرنسية للسنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي ضد وباء كورونا الذي تنظمه الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية. سنقدم لكم حصة كل أسبوع انطلاقا بالنسبة للسنة الرابعة متوسط انطلاقا من الساعة الواحدة، وبالنسبة للأقسام النهائية انطلاقا من الساعة الثانية ونصف. أما بخصوص كل الأطوار، فموقع أكاديميتنا يلبي طلب كل الأقسام بالدروس عبر النت خلال فترة الحجر الصحي. التغذية عنصر أساسي للمحافظة على الجسم في هذه الفترة الحساسة، حيث يتداول متصفحو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لأغذية تسمح بزيادة المناعة الجسم وتقي من مضاعفات المرض، وعرفت هذه المواقع رواجا كبيرا في الفترة الأخيرة.
هي مسابقة افتراضية نظمتها أوبرا الجزائر والتي استحدثت بمناسبة الحجر الصحي. اختارت دار الأوبرا العديد من المساهمات لمواهب أرسلوا فيديوهات للعزف والغناء، ونشرت دار الأوبرا هذه الفيديوهات عبر صفحتها على الفيسبوك تشجيعا منها على مواصلة الأداء الفني رغم الوباء. نختم جولتنا على الويب بهذه التجربة البسيطة لإظهار مدى فاعلية التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي للقضاء على فيروس كورونا المستجد، فما علينا إلا الالتزام بهذه القاعدة الأساسية. القاعدة الأساسية أن الإبداع لا يعرف الحدود، خاصة في زمن الكورونا، والثقافة عندها عنوان أيضا في زمن الكورونا على المنصة الرقمية. هذا ما سنتصفحه كذلك أيضا بعد الفاصل. سنتصفح ما تنظمه وزارة الثقافة من محاضرات وندوات تفاعلية، خاصة تلك المتعلقة بالتراث الثقافي في الجزائر، وينشطها باحثون وأثريون مختصون في التراث من الجزائر وخارجها، بغية طبعا تثمين التراث الوطني، ترقيته وحمايته، والحضور يكون على الفضاء الأزرق. نحضر طبعا نحن طيات هذا النشاط الثقافي مع السيد زهير بلالو، مدير الترميم وحفظ التراث بوزارة الثقافة، من خلال هذا الاتصال الهاتفي. سيد بلالو، صباح الخير، مرحبا. صباح الخير أستاذ، مرحبا بكل المشاهدين. أهلا وسهلا. الشعار هو ريح في دارك، التراث الثقافي ضيفك. ما هي القراءة التي نقدمها سيد بلالو لهذه النشاطات وهذه الندوات التفاعلية؟ نعم، شكرا جزيلا. نحن في هذه الفترة صعبة جدا تمر بها الإنسانية، أزمت علينا أن نكون في ديارنا. إذا بما أن المتاحف غلقين أبوابهم، والجامعات والمواقع التاريخية غلقين أبوابهم، وكذلك الباحثين كثيرين متواجدين على المستوى الوطني والعالمي، وعند الكثير من باحثين مختصين جزائريين عايشين في العالم كانوا يهتموا قينا في التواصل من أجل تثمين هذا التراث الثقافي، حبينا نفتح أبواب المتاحف وأبواب المواقع التاريخية عبر منصة تفاعلية، ونواصل المناقشة والحوار حول التراث الثقافي. وبهذا فتحنا منصة تفاعلية يعني مهنية مختصة للمهنيين والباحثين في مجال التراث الثقافي، وبادرنا بمحاضرات جد مهمة استدعينا فيها خبراء عالميين الذين في الوقت العادي مستحيل نستضيفهم. مرتبطين. نعم. مرتبطين. صحيح، أنا حتى صرحتم أنها فرصة يعني حقيقية للتواصل مع هؤلاء الخبراء والمختصين يعني من قبل، يعني قبل الكورونا مستحيل أن نتواصل معهم لارتباطاتهم يعني في نشاطاتهم، في مجالاتهم، في مشاركتهم الدولية وغيرها، يعني هي فرصة سانحة إذا. نعم صراحة، لأنه كانوا لما يجينا مختص عالمي لازم نستنى 6 شهور إلى سنة حتى يتقدم ويجي، ولكن حاليا الحمد لله فيه نوع من التضامن الثقافي والتضامن العالمي الذي لما نطلب الخبراء يجاوبنا. وخير مثال انه الاستاذ الكبير منير بوشناقي الذي كان مساعد المدير العام ليونسكو وهو يعني تم في العلم، قدم لنا 3 محاضرات كانت شيقة جدا، وكان حضور يعني مكثف للعديد من الخبراء في الجزائر وخاصة شبابنا ومن خارج الوطن، من إيطاليا، من أمريكا، من فرنسا، من الخليج. وهذا يعني دلنا كما نقول بالفرنسية بولدوناج، وهذا زاد متابعة هذه المحاضرات. بعض المؤسسات العالمية مثل اليونسكو والأليسكو والأليكسو، الصندوق الدولي للتراث العالمي، الذي كلهم يعني اشتاقوا يقدموا محاضراتهم للجزائريين. وإن شاء الله اليوم في المساء عندنا محاضرة مهمة جدا، والأسبوع القادم محاضرة أخرى ستكون محاضرة عالمية تقريب
10 محاضرات من العالم يعني من شخصيات عالميه، وبعدين نفتح الباب للمحاضرين الجزائريين الشباب الذين سيقدمون محاضرات اسهاماتهم ايضا. على على على, على فكره انه على فكرة أنه إحنا درنا الوقت ساعة من الزمن، ولكن كان النشاط شيق تقريب المدة مشات إلى ساعتين إلى حتى 3 ساعات. نعم. سيد زهير بللو، يعني اختلفت والمواضيع يعني التي تداولتها هذه المنصة الرقمية اختلفت، ولكن كلها تصب في قالب واحد هو تثمين التراث الوطني، تثمين قدرات الوطن أيضا فيما يحمله من تراث وثقافة وحضارة. والأكيد أنه في حتى خاصية التحيين، يعني تحيين المواضيع. مثلا نستشهد بموضوع حول التشريعات المحلية والدولية حول الإتجار اللاشرعي بالممتلكات الثقافية والتراث الثقافي الوطني، من بين المواضيع التي طرحت على هذه المنصة الرقمية وغيرها طبعا من المواضيع. نعم، صراحة احنا ما حبينا تكون محاضرة تفاعلية وحينية يعني بأتم معنى الكلمة. محاضرة اليوم ستكون كذلك متابعة لاتجار الغير قانوني الغير شرعي للأثار، لأنه يعني رجع يعني فينومين انترناسيونال، وهو الممول الثاني بعد الإرهاب يعني للعصابات. والأسبوع القادم ستكون فيه محاضرة مهمة جدا حانية، وهو كيف نتعامل مع التراث الثقافي في أزمة الكورونا وغير ذلك من المحاضرات التي تهم الساعة وتكون إن شاء الله بفائدة. ما حبيناش نديرو كما نقولوا الفرنسية دي غيشوفي، نسخنوا محاضرة قلب، ولكن لازم يكون عنده فائدة، ونحضر أنفسنا أخي الكريم إلى ما بعد الكورونا، لأنه بعد الكورونا سيكون فيه إن شاء الله إقبال على التراث الثقافي، سيكون فيه فتح ورشات جديدة، لأنه سيكون عالم جديد، بأنه أننا أولا نحن في جزائر جديدة، سيكون عالم جديد إن شاء الله بعد الكورونا إن شاء الله. في نفس الوقت التراث الثقافي المعارض لخطر الحروب والصراعات الداخلية سيكون عنوان محاضرة اليوم سيد بللو. صراحة نعم، بارك الله فيك، لأنه في الأخبار نتداول الكثير من الحروب والنزاعات في العالم، ما نعرفوش أنه كذلك من بين الضحايا هذه الحروب والنزاعات الأثار التاريخية والطرف الإنساني اللي وجب علينا نشوفوه ونتألموا على ضحايا الإنسان كذلك، ولكن كذلك التراث الثقافي كان من أحد المستهدفين يعني في هذه الحروب التي يعني لا تأتي بخير، نتمنى أنها تقف بعد كورونا، هذه ما نشوفوش لا حروب نزاعات ولا صراعات. شكرا جزيلا سيد زهير بللو، مدير ترميم محافظة التراث بنيابة بوزارة الثقافة، حدثتنا عن مبادرة ريح في دارك التراث الثقافي، ضيفك، ويهدف طبعا إلى تنشيط المشهد الثقافي الذي فعلا توقف بالكامل عبر كامل التراب الوطني بعد تجميد كل النشاطات الثقافية، وذلك بسبب الحجر الصحي وبفعل هذا الوباء العالمي فيروس كورونا كوفيد 19، ولكن لن يمنع الإبداع من أن يتواصل، ولن يمنع أيضا المشهد الثقافي من حيويته وحركيته. والجزائر تبقى طبعا منطلقها التراث الوطني الغني والثري، للجزائر تراث ثقافة وحضارة وجبة، ولازم أيضا الحفاظ عليها وتقديمها على طبق من ذهب لكل عشاقها ولكل زائريها. نزور أخبار ثقافة مع حمزة عبان. هي مبادرة أولى من نوعها قامت بها الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى بتجربة العزف عن بعد وعلى تطبيق وسائط الهاتف الذكي، وبثت الأوركسترا أول أغنية موحدة شارك فيها 30 عازفا و12 من الكورس. By the way, this is John Burns. John plays guitar with me. He's my number one partner in crime. خسرت الساحة الفنية العالمية الفنان الأمريكي جون براين بسبب مضاعفات مرض كوفيد 19. وفي السبعينيات والثمانينيات ضاع صيته بعد فوزه بأول جائزة غرامي في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك، ما يبين أن هذا الفيروس لا يفرق بين صانع الموسيقى والمستمع إليها.
and Kathy was cleaning the spoons. The radio played the hit parade. Now being completed, I'm still receiving hundreds of letters every week, and Harry's fans remain as enthusiastic and inventive as ever. خبر آخر أفرح محبي مؤلفة روايات هاري بوتر بعد تعافيها من فيروس كورونا، حيث كتبت رولينج على حسابها في تويتر أنها عانت على مدى أسبوعين من أعراض المرض. I'm thrilled to say that I am now in a position to give you something unique. كما شملت قائمة المتعافين العديد من الممثلين أمثال توم هانكس وإدريس ألابا ومغنية البوب الأمريكية بينك. تشجيعا منهم للحجر الصحي الوقائي، أعلنت مغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا والفنان الأمريكي إلتون جون عن بث موسيقى عالمية يشارك فيها العديد من الفنانين والمشاهير أمثال بول ماكارتي وليزو وبيلي وبيليتش، دعما منهم للعاملين في قطاع الصحة الذين يتصدون لتفشي الفيروس. وسيذاع هذا العمل الفني الضخم عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقمية في أنحاء العالم في 18 من أفريل. وقالت الفنانة أن هذا العمل سيجني أكثر من 35 مليون دولار للمساعدة من الخروج من الأزمة. أخوكم عبد الله يقول لكم اقعدوا في الدار، مليحة لكم لولادكم لعائلتكم لوالدكم الكبار، إن شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء. بعد في داركم خويا، حافظ على روحك وحافظ على عائلتك. مسرح مستغانم ديما معكم. حافظ على روحك وعلى عائلتك وابقى في الدار. مسرح مستغانم معكم في داركم. واجبنا اليوم أن نحمي عائلاتنا، أباءنا، أمهاتنا، إخواننا، أخواتنا، كل المجتمع الجزائري بحاجة ماسة إلينا. قد يستصغر المرء نفسه فيقول أنا مجرد فرد صغير لا أحدث جديدا ولا أي شيء في هذا المجتمع، فأخرج وأمضي وأفعل ما أشاء. يا أخي، فلنتذكر جميعا ذلك الحجر الصغير الذي قرأناه في كتاب القراءة لقصيدة لإيليا أبو ماضي، ذلك الحجر الصغير الذي كان يكون السد الكبير مقارنة بالحجارة الكبيرة الأخرى، كان يبدو صغيرا فسئم البقاء في السد وأراد أن يغادر، فلا أغادرن هذا الوجود وأمضي بسلام فإني سئمت البقاء، فهوى من مكانه وهو يشكو الأرض والشهب والدجى والسماء، ففتح الفجر جفونه فإذا بالطوفان يغشى المدينة البيضاء. يا أخي، يا أختي، يجب علينا اليوم أن نكون يدا واحدة ونكون ذلك السد الذي سيمنع تفشي فيروس كورونا. واجبنا بسيط جدا، بسيط جدا، يجب علينا أن نبقى في بيوتنا ولا نخرج فقط من فضلكم. نبقى في بيوتنا لا نخرج ونلتزم بالحجر الصحي من أجل منع تفشي وباء كورونا كوفيد 19. من غرفة الأخبار آسيا توفينا بموجز لأهم الأخبار. صباحك سعيد مجددا محمد، صباحكم أسعد مشاهدينا. موجز التاسعة، أهلا بكم. أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عزم الدولة على تسخير أقصى الإمكانيات للتصدي لوباء كورونا، وبإشراف يومي ومباشر من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما حي بالمناسبة جهود الوزير الأول وكل الطاقم الحكومي وجهود مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لجلب المعدات ومستلزمات الحماية والوقاية في ظرف قياسي. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية
باسم جميع مهني وعائلة الصحة نظيرة رسالة تهنئة وتشجيع التي أرسلها بمناسبة اليوم العالمي للصحة، وعلى التدابير المادية والتحفيزية والتشجيعية التي أقرها لفائدة مستخدمي الصحة مؤخرا. شكري موصول إلى السيد الوزير الأول وإلى زملائي في الحكومة على دعمهم المتواصل لقطاعنا في إطار جهود التصدي لوباء كورونا فيروس والحد من انتشاره، بدون أن أنسى زميلي وأخي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة السيد بالحمر عمار، عضو اللجنة العلمية الذي لم يدخر أي جهد لمرافقتنا إعلاميا للتصدي لهذا الوباء، ومن خلاله أقدم تحية خالصة لكل عائلة الصحافة الكريمة التي تعمل معنا بمهنية عالية واحترافية كبيرة تحت الإشراف المباشر واليومي للسيد وزير الاتصال. بدوري أيضا أتقدم بأصدق عبارة العرفان والتقدير لكل الأطباء والشبه الطبيين والإداريين والتقنيين وكل عمال الصحة بمختلف أصنافهم على المجهودات التي يبذلونها بإخلاص كبير تجاه مواطنيهم ووطنهم في هذا الظرف العصيب. بهذه المناسبة أود أن أطمئن الجميع وأقول أن الدولة وبإشراف يومي ومباشر من طرف السيد الرئيس عازمة كل العزم على تسخير أقصى الإمكانيات للحفاظ على سلامة مواطنينا والتصدي لهذا الوباء العالمي. شكري الخاص أيضا أقدمه لجيشنا الوطني الشعبي الباسل الذي أبهر الخاص والعام بالتزامه الكلي بجانب الشعب في جميع المحن والأزمات. وما تلك الهبة الكبيرة لجيشنا بتسخير طائراته ورجاله لجلب المعدات ومستلزمات الحماية والوقاية من الصين الشعبية في ظرف قياسي، أقول في ظرف قياسي، إلا دليل آخر يكتبه له التاريخ في سجله الناصع بالبطولات والتضحيات تجاه وطنه وشعبه. فتحية إكبار وإجلال لجيشنا الوطني الشعبي. وزير الصحة ذكر أنه تم خلال الأسبوع الأخير استيراد كميات كبيرة من المعدات ومستلزمات الوقاية رغم الضغط الكبير الذي تعرفه السوق العالمية على هذه المواد، معلنا أنه تم رفع مخزون علاج الكلوروكين إلى 300,000 علبة وتوفير 15 مليون كمامة، وهذا لتسهيل عمل الأطقم الطبية عبر الوطن، مشيدا بالهبات التضامنية التي تقوم بها بعض الجمعيات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والمجهودات التي يبذلونها بإخلاص كبير تجاه أسلاك الصحة والمواطنين والوطن في هذا الظرف العصيب. سجلت 64 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1825 حالة مؤكدة، فيما تزداد كل يوم حالة الشفاء لتبلغ إلى غاية أمس 460 حالة، بينما سجلت 19 حالة وفاة خلال الفترة الممتدة من 27 مارس المنصرم إلى 11 أفريل الجاري، ليبلغ إجمالي الوفيات 275 حالة رحمهم الله. حسب ما كشف عنه ناطق رسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر،
تفقد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود بمطار هواري بومدين الدولي وسائل المجموعة الجوية للحماية المدنية، حيث اطلع على الجهاز الجوي المسخر لمكافحة فيروس كورونا الخاص بإجلاء الحالات الطارئة من المصابين بهذا الوباء إلى المستشفيات والعيادات من مختلف مناطق الوطن. وبالوحدة الوطنية للتدريب للحماية المدنية بالدار البيضاء وقف بالجود على الوسائل والعتاد المسخر من طرف مصالح الحماية المدنية ومدى جاهزية عناصره لمكافحة انتشار وباء كورونا. كما أشرف الوزير على توزيع 186 شاحنة صغيرة لاستعمالها في عمليات التطهير، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل عناصر الحماية المدنية للتصدي لهذا الوباء. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إثر انتشار جائحة كوفيد-19، تتواصل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة إلى أرض الوطن، حيث من المنتظر أن تصل اليوم دفعة جديدة منهم. هذا وقد حطت مساء أمس بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين طائرتين للخطوط الجوية الجزائرية قادمتين من دبي تقلان رعايا جزائريين كانوا عالقين هناك بسبب تعليق حركة الملاحة الدولية بفعل تفشي وباء كورونا. أعلنت نيابة محكمة الأقليعة بتبازا في بيان لها أمس عن فتح تحقيق قضائي حول أخبار كاذبة تفيد بوفاة 12 شخصا بوباء كورونا بالمؤسسة العقابية للقليعة. أوضح البيان أنه عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يؤكد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة للرأي العام أن الأخبار التي تم تداولها يوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي مفادها تسجيل 12 حالة وفاة لمساجين بالمؤسسة العقابية بالقليعة بوباء كورونا، وأن وزارة العدل ترفض تسليم الجثامين لعائلاتهم، هي ادعاءات كاذبة. وأضاف البيان: فليعلم الرأي العام أن ما نشر في ذات الموقع غير صحيح وعار من الصحة ومغلوط ولا يمت بصلة للحقيقة، وأن نيابة المحكمة فتحت تحقيقا قضائيا في القضية لمعرفة هوية صاحب المنشور ومتابعته قضائيا نظرا لما يترتب عن مثل هذه الادعاءات الكاذبة من ترويع للمواطنين في مثل هذه الظروف. دوليا، وفي آخر حصيلة لتفشي فيروس كورونا كوفيد-19 التي سجلت اليوم عبر العالم، فقد بلغ عدد الإصابات قرابة 1,750,000 حالة إصابة مؤكدة، وما يزيد عن 100,000 حالة وفاة. 70% من هذه الحصيلة سجلتها أوروبا لوحدها. فيما تبقى الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأكثر تضررا من وباء كورونا بعد إيطاليا، حيث سجلت أزيد من 20,000 حالة وفاة. هذا وأفادت منظمة الصحة العالمية أن وباء كوفيد-19 أصاب أكثر من 22,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 52 دولة ومنطقة، حيث شددت المنظمة على الاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية، داعية إلى احترام حقوقهم وإحاطتهم في ظروف عمل لائقة. بهذا أنهي معكم هذا الموعد الإخباري. تحية الفريق العامل معي في أمان.
عليكم مجددا مشاهدينا، وأحيي كل من التحق بنا اللحظة. نحن معكم على المباشر عبر الإخبارية في برنامج هذا الصباح، الخدمة الإخبارية الإعلامية. للأمانة فقط كان من المفروض أن نعالج ونتناول موضوع الحمية الغذائية لاكتساب المناعة من خلال اتصال هاتفي مع الدكتورة جراد، ولكن أمور خارجة عن نطاقنا حالت دون ضبط الاتصال بها، من أجل الحديث عن ما يحتاجه الجسم في هذه الأوقات ومن أجل مواجهة ومجابهة هذا الفيروس. ونعدكم إن شاء الله أن تكون لنا طلة للحديث عن الحمية الغذائية لاكتساب المناعة في معرض الأعداد المقبلة لبرنامج هذا الصباح. الوجهة الآن عالم الرياضة وصباح الرياضي بعد الفاصل. وحتى الرياضة تساهم بشكل كبير في الحمية الغذائية، أقصد يعني الناس اللي ربما الحجر الصحي يكون فيه ازدياد للوزن، ننصحهم حتى بشوية رياضة داخل البيت. يوسف صباح الخير أولا. صباح الخير محمد، تحية رياضية لك ولجمهورنا الرياضي الكريم. بالفعل الرياضة والحمية الرياضية أو الحمية البدنية أو الحمية الصحية أو الحمية الغذائية إن صح التعبير، كلهم مسميات تمشي أو تتماشى مع الرياضة، لأنه لا يجب أبدا أننا ننسى أنفسنا داخل البيت، فيه قلق، فيه أشياء أخرى تجعلنا نأكل في جميع الأوقات. لذلك يجب أن نمارس الرياضة يوميا. هذه مشينا راح نقولها، هي المنظمة العالمية للصحة اللي تركز على هذا الشيء. طيب محمد، ندخل مباشرة في أول نقرة الرياضية والصباح الرياضي، سنبدأه بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وفي إطار استغلال الهياكل الرياضية والظرف الحالي وبسبب وباء كورونا، أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المركز التقني الذي نشاهده على الصورة الوطني لسيدي موسى سيكون بداية من اليوم الأحد تحت تصرف حوالي 60 طبيبا تابعين لمستشفى سليم زميرلي. سيقيمون هؤلاء الأطباء بالمركز طيلة هذه الفترة، وهذا هو المركز جميل جدا من دون شك، سيساهم على الأقل في استضافة هؤلاء الأطباء والطاقم الطبي لمستشفى سليم زميرلي، الذين سيسمح لهم بالارتياح والراحة طيلة هذه الفترة العصيبة التي نحن نمر بها. وهذا ما أكده ضيف التلفزيون الجزائري في وضيف الزميل محمد جمال في برنامج كلام في الرياضة، هو المدير الاتصال بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد صالح باي عبود. المركز يفتح أبوابه إلى السلك الطبي، حيث يعني تقريبا 60 فرد من السلك الطبي وشبه الطبي سيقيمون، يعني الذين يشتغلون في مستشفى زميلي بالحضار، سيقيمون إن شاء الله في مركز سيدي موسى لمدة معينة بداية من يوم الأحد إن شاء الله. لأنك تعرف يعني الأسلاك الطبي، ونحييهم بهذه المناسبة اللي راهم في الجبهة ويواجهوا في الخط الأمامي هذا الآفة وهذه الأزمة الصحية. إذن كان هذا التصريح في برنامج كلام في الرياضة للزميل محمد جمال. ومباشرة لألعاب القوى، حيث يواصل البطل الجزائري عبد الملك لاهولو تحضيراته للمواعيد الدولية القادمة رغم تأجيل الألعاب الأولمبية. لاهولو يتدرب بملعب 5 جويلية ويقطن أيضا بفندق ملعب 5 جويلية. الزميل مختار حماني كان له تنقلا إلى ملعب 5 جويلية وقابل البطل، وأيضا أعد التقرير والقراءة للزميل توفيق دربال. البطل الجزائري يواصل تحضيراته في ظل تواجده بالحجر الصحي بفندق ملعب 5 جويلية، وهي التحضيرات التي يراها مناسبة لتحقيق أفضل النتائج مستقبلا. لازم عليك تكمل التدريبات، وهذا واش رانا نديرو احنا في ملعب 5 جويلية، رانا ندربو لهذا الحلم الأولمبي. الأحلام ما تقدرش تحبس بين ليلة وضحاها. ملعب 5 جويلية وأنا راني في فندق 5 جويلية، سما من لوتال الاستاد، من الاستاد لوتال سي جور شوية صعيبة ذهنيا، صعيبة يعني كي تكون تواجد وحدك. العلاقة مع المدرب الأمريكي بيرشون جاكسون، يعني نتواصلوا من خلال فيديوهات ولا اتصالات بعد التدريب قبل التدريب، مع أيضا مع المدرب اللياقة البدنية جيروم سيميان فرنسي، مدرب كيفين ماير
رقم قياسي في الديكاثلون العشاري. البطل الجزائري عبد الملك العولو في 400 متر حواجز يعتبر تأجيل الألعاب الأولمبية بالقرار الصائب، كما لم يفوت فرصة دعوة الجزائريين الالتزام بالحجر الصحي في ظل الظروف الصحية الراهنة. تأجيل الألعاب الأولمبية أنا كنت مع هذا القرار، يعني جاء قرار صائب وراح يمكننا هذا من تدريب أكثر، يعني مع المدرب تاعي بيرشون جاكسون راح نزيد ونخدمه إن شاء الله للألعاب الأولمبية 2021. كل البلدان راه تعاني من خطر مرض كورونا، ولينا لازمنا نتبعوا أوامر منظمة الصحة العالمية ولازمنا نريحوا في الدار ولتفادي الإصابة من هذا المرض ولتفادي إصابة أحباتنا. بالتوفيق إن شاء الله لعبد المالك وفي تحضيراته المتواصلة. في الأخبار الجوارية، تنظم مديرية الشباب والرياضة لولاية مستغانم بالتنسيق مع الرابطة الولائية للشطرنج والرابطة الولائية أيضا للرياضة الجوارية دورة في رياضة الشطرنج عبر الأنترنت، وهي الأولى من نوعها في هذه الولاية تحت شعار من داري نلعب. وللمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بسيد محمود عبد القادر وهو رئيس رابطة الولائية للشطرنج لولاية مستغانم. سيدي صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، صباح الصحة والتفاؤل. من دون شك المبادرة هي أولى من نوعها في ولاية مستغانم، لو تعطينا بعض التفاصيل حول هذه الدورة الافتراضية في رياضة الشطرنج. فيما يخص هذه الدورة، افتأت الرابطة الولائية لشطرنج مستغانم بتنسيق مع الرابطة الجوارية للرياضة الجوارية وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة إلى تنظيم هذه البطولة على النت على موقع ليشاز.org، ويشارك فيها جميع محبي رياضة الشطرنج على مستوى ولاية مستغانم. فهي عندها أهداف وعندها يعني مراني تسعى إليها الرابطة، وهي كذلك هي كسر روتين الحجر الصحي الذي تشهده بلادنا وكامل العالم، وهي بالتالي لقت يعني استحسان ورضا جميع اللاعبين على مستوى الولاية وحتى في لاعبين خارج الولاية. طيب، عدد المشاركين في هذه الدورة متى بدأت ومتى ستختتم إن شاء الله؟ هي الدورة يعني حاولنا أنها تكون متجددة، هي على الأولى دورتين من 10 إلى 14 أبريل، يعني الدورة الأولى فيها 3 أيام للعب الخفيف والدورة الثانية فيها يومين للعب السريع، على أن تعاد دورة أخرى، وهذا مطلب اللاعبين لأن اللاعبين يعني كسر الروتين الحجر الصحي يعني طالبوا باش تكون منافسات من أجل الحفاظ على مستوى اللاعبين واستعدادهم لانطلاق المنافسات بعد تعليق بعد إن شاء الله استئناف المنافسات بعد ما يرفعنا إن شاء الله الوباء وتعود إن شاء الله الحياة الرياضية إلى مجراها. طيب سيد محمود عبد القادر رئيس رابطة الشطرنج لولاية مستغانم، شكرا جزيلا، بالفعل هي فكرة مميزة لكسر الروتين أخي محمد، خاصة في هذه الأيام والحجر الصحي ومع تجميد كل النشاطات الرياضية. بالفعل، وذلك سيكون من دون شك ويعود بالفائدة ومتنفس للرياضيين ولحتى الهواة الذين يعشقون هذه الرياضة. إلى أخبارنا الدولية، حيث قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل مباريات نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية رفقة تصفيات مونديال أقل من 17 سنة إناث إلى تاريخ غير محدد بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة. وأوضحت الكاف في بيان لها أن القرار جاء بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية بالنظر إلى التطورات التي يشهدها وباء كورونا في القارة الإفريقية. في الاتحادية الدولية لكرة القدم، وحيث بعث رئيس الاتحاد الدولي أو رئيس الفيفا جياني أنفونتينو برسالة عبر مقطع فيديو يقول فيها ويوجه فيها رسالة إلى الاتحادية الوطنية عبر العالم، يحثهم فيها بالانخراط إلى مساعي الفيفا للتأقلم مع الظروف الحالية. At this moment at FIFA, we have three things. نحن في الفيفا وفي ظل الظروف الحالية وضعنا مخطط يرتكز على ثلاث أولويات. أولا الصحة قبل كل شيء،
ثانيا مساعدة الاتحاديات والعائلة الكروية في هذا الوقت العصيب. ثالثا استغلال الوقت للتفكير في المستقبل وتبادل الأفكار. بالنسبة للصحة فهي أولوية قصوى وتأتي في المقام الأول. إذا كان علينا أن ننتظر فترة أطول فيجب أن نفعل ذلك ولا نغامر بحياة إنسان واحد، وليس من المعقول أن نرغم أحدا للعودة إلى المنافسة إذا لم تكن الأمور آمنة بنسبة 100%. أنا فخور بالتضامن الذي أبداه الجميع وباستعمال كرة القدم لإيصال الرسائل للناس. هذا هو روح كرة القدم والعمل الجماعي. الفيفا تملك سمعة حسنة في الأسواق المالية، هذا ساعدنا لبناء أسس متينة، لذلك نحن جاهزون للمساعدة، وهذا من مسؤولياتنا وشرف لنا مساعدة الاتحاديات. التسيير المالي يجب أن يكون له جهاز تسيير مستقل لضمان الشفافية والوضوح. لقد طلبت من المجلس التنفيذي للفيفا الإسراع في صرف الدفعة الثانية من الدعم المالي للاتحاديات لمساعدتهم في هذا الظرف الاستثنائي، كما سنقوم بمساعدتهم في حماية منتخبها الأول الذي يعد واجهة البلدان. يجب إيجاد أحسن صيغة لحماية النوادي التي تعتبر هي نواة كرة القدم، وفي الوقت ذاته علينا حماية عقود اللاعبين والتحويلات، وهذا بالتحلي بالعقلانية والمرونة في المعاملات القانونية للفيفا. أطلب من الجميع السير معنا في هذا النهج الذي نراه سبيل الخروج من الأزمة. في الأخير أقول أن كرة القدم ستكون أحسن وتجمع الناس لما تكون الظروف مواتية وليس هناك خطر. الفيفا مع الجميع، أطلب منهم التقيد بالتدابير الوقائية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وكذا الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة كل في بلده. والأمور إذن واضحة بالنسبة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو. خلال ندوة صحفية عقدها مدير التنظيم للألعاب الأولمبية اعترف توشيرو موتو بأنه لا يوجد هناك تأكيد حول إمكانية تنظيم الألعاب الأولمبية المحددة سلفا في نهاية جويليا وبداية أوت 2021 نظرا لاستمرار تفشي وباء كوفيد 19 عبر العالم وعدم إيجاد أي لقاح لحد الآن. إلى الكرة المستديرة مرة أخرى، حيث أعلن النادي وستهام الإنجليزي لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربه الإسكتلندي ديفيد مويز بشأن تعديلات على رواتبهم في الفترة الراهنة مع توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا. وبات الفريق اللندني هو النادي الثاني المنتمي إلى البطولة الممتازة الذي يعلن عن خطوة من هذا النوع غداة إعلان ساوثهامبتون عن إجراء مماثل. ونبقى دائما في إنجلترا، حيث أعلن نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم ونادي مانشستر سيتي رياض محرز انضمامه إلى حملة جمع التبرعات التي أطلقها نجوم البطولة الإنجليزية الممتازة للمساهمة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. ونشر محرز في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيان المبادرة الخيرية التي تهدف لجمع التبرعات تحت شعار لاعبون مع بعض، بالتعاون طبعا مع منظمة الصحة العالمية. في ألمانيا هذه المرة يجند أو يحبد مسؤولو كرة القدم الألمانية استئناف منافسات البطولة الألمانية لكرة القدم بوندسليغا في 9 من شهر ماي المقبل في حالة موافقة السلطات على ذلك، حسب ما أفادت به البارحة صحيفة بيلد الألمانية عبر موقعها على الإنترنت. وأوضح المصدر أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم أجمعوا خلال ندوة بالفيديو المغلقة أمس على أن استئناف المنافسات في 9 من ماي
هو الأرجح بدلا من الثاني من شهر ماي. وأيضا من غرائب ما يحدث في زمن الكورونا هو البوروندي، هو البلد أو من بين البلدان القلائل الذي يبقى يمارس في كرة القدم، وهو وبيلاروسيا وطاجكستان أيضا تتواصل فيه مباريات رياضية في عز الأزمة الصحية. هذا الذي نشاهده هو نادي فيتال إف سي، أحد نوادي القسم الأول في بوروندي، يواصل تحضيراته بطريقة عادية بحلم الحصول على إحدى المراتب الأولى في البطولة رغم ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا في هذا البلد هذا الأسبوع. وقبل أن نختم نتوقف عند التنس محمد، وحيث كشف الاتحاد الدولي للتنس أن عفوا ما مجموعه 900 بطولة تأجلت في جميع مستوياتها حتى الآن بسبب وباء كورونا، معلنا عن منح نصف عدد العاملين في مختلف الاتحاديات إجازة إجبارية. هذه الإجراءات جاءت للحفاظ على الوظائف وحماية الاتحاديات الرياضية على المدى الطويل مثلما قلنا. ومن دون شك محمد أنت من محبي النوستالجي وأيضا الحنين لما كانت عليه كرة القدم الجزائرية في السنوات الماضية وبريقها اللامع. سأعود بك محمد أنت والمشاهدين إلى تحضيرات كأس العالم 1982 التي تألق فيها المنتخب الوطني الجزائري. في العدد الماضي كنا قدمنا لكم المنتخب الجزائري أمام ريال مدريد، اليوم ستشاهدون المنتخب الوطني الجزائري أمام البيرو، مباراة انتهت بهدف لهدف. يوزع لبوربو، بوربو كجناح أيمن يراوغ، بوربو ينفلت يفتح فتحة جميلة، الحارس يدخل وكاد يكونها. مارك في اتجاه منصوري، يفتح منصوري في اتجاه الهجوم، فتحة طويلة، وين موجود ماجر وبن شيخ؟ ماجر يفتح، ماجر وبوربو سجل، لا ما تدخلش الكرة، تصطدم بواحد لاعبين، تبقى عند تلمساني، جميلة من تلمساني حقيقة، مقوسة كما ينبغي. تفتح الكرة لصالح المنتخب، منتخب البيرو، محاولات قذفة قوية والهدف حقيقة قذفة قوية القذفة هذه ما كانش ينتظرها عمارة. رقم 20 دوارتي، رقم 15 دياز، رقم 16 أولاشيا، رقم 6 فيلاسكاس، وهذا كويسي في محاولة جميلة معها أمامه زوج لاعبين، كويسي الهدف، لا ما تدخلش الكرة، عجيبة عجيبة، لقطة فنية رائعة يقوم بها اللاعب كويسي ويمر الكرة تاعو للتلمساني. تمريرات ذكية، توزيع كرة ويشوف اللاعب ماروك في وسط الميدان كيف يوزع الكرات، كل ذكاء. ياحي يدخل في المنطقة، ياحي يراوغ، ياحي ما زال محتفظ بالكرة، ياحي فتحة جميلة والهدف كويس. ماروك أسرع قد 3 دقائق. كنت استنيت شويه عمر باش نشوفوا تعديل النتيجه يعني. معليش احنا في البيرو من المفروض نشوفوا الهدف تاع المنتخب الجزائري. معليش عمر مربوط بالوقت، لكن نقول انه رابح ماجر هو الذي سجل هدف التعادل بطريقه جميله جدا، وانتهت المباراه التحضيريه بين المنتخب الوطني الجزائري والبيرو بهدف لمثله اخي محمد. وبهذا نكون وصلنا الى اخر موضوع في الحصاد الرياضي الصباحي. شكرا جزيلا لك يوسف، طلعه جميله جدا وحامله العديد من اوراق الرياضه. شكرا لك أخي التي محمد. نقدمها من خلال هذا الصباح. بهذا الصباح الرياضي ناتي الى ختام هذه الخدمه الاعلاميه، الاخبار متواصله عبر الاخباريه الجزائريه الثالثه، نلتقي غدا ان شاء الله، البرنامج تام، السلام عليكم.